ينفعش غير الليله دي. حموده ودي حموده. نعم يا خالد. بقول لك ايه، هات البرنس وتعالوا انتوا واصحابكم دول ننزل خالتكم فيصل من فوق. يلا اطلع اطلع. بسم الله ما شاء الله هتقدر. يلا خالتي. مين؟ هيكون مين يا خالتي؟ يا اختي ام العروسه يا اختي. يا سلام عليك يا صفيه، يعني هي الاوضه يا اختي ما كانتش تنفع قرايه الفاتحه؟ يا لهوي، اللي هنعيده ونزيده بقى. هو تحكيم راي وخلاص يا صفيه. هو تحكيم راي. هنقرا فاتحه بيت العروسه يعني بيت العروسه. قومي بقى يلا حمود، يلا برنس، خش بقى قوموا الحاجه. يلا يا اختي. على مهلك جاتك نصيبه. على مهلك، انت عملت حاجه يا ولد. اوعى اوعى كده انت وهو اول. دي الفراخ مالها يا اختي؟ ما مالهاش، عايزه تلم مع دمها. لا تكون شايف عرسه ولا حاجه. لا مفيش عرس يا اختي، مفيش، اطمني، ده فراخ بتاكل العرس نفسها. لا خدوا بالكم بقى، قال يعني الفاتحه ما تتقريش الا في بيت العروس. على عيال يا حاجه بقى وعايزين يفرحوا. امال يا اختي الواد المنيل عبد الله راح فين؟ العريس راح يجيب الاستاذ تمام. يا واد اتعدل يا واد، هتوديني في داليا. يا واد يا حموده اتعدل يا واد، بعد الشر عليكي من الداليا. يا اختي اوزني ايدك يا واد. ايه؟ ما توزن يا حموده. يا ساتر يا رب. ده جاي من انهي مصيبه ده؟ ده ابن ام حموده اللي كان جنبنا هنا. يا ساتر. روحي واد الناحيه الثانيه. اوعي كده انت يا حموده. اوعي ايه ده؟ اوعي يا بنت انت وهي يا جماعه. يا اوعي يا ساتر. على مهلك يا ايه ده؟ طب عزيزه يا حبيبتي على مهلك. اقعدي يا خالتي. اسم الله اسم الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هتشطبي لحماتك يا بنت. ايه الشحطاطه دي؟ خلاص بقى يا حاجه وليله. خدي يا خالتي. يا اختي خطوه عزيزه. الف هنا. يا لهوي يا سحبية، اكتمي يا وليه، الراجل عيان وراق دي الفضايح دي. ايه يا وليه؟ ما كناش نزغرط البت النهارده، هنزغرط لها ايه؟ بس تاكل وشها. يا حبيبتي قولي لي عملت ايه في الاوضه؟ اكلم لك صابر المنجد ايده تتلف في حرير. طبعا ما احنا هنكلمه يا حاجه. انا بس بقول يعني ان كده نستنى شويه على ما نتفق يعني على كل حاجه كده. واحنا كل ده لسه ما اتفقناش. بقول لكم ايه، احنا نهيص للبت شويه بقى. امال ايه؟ شش وطي صوتك يا وليه، الراجل لسه خارج من المستشفى. هنوطي صوتنا هنوطي صوتنا. وطي ايه بس؟ بلاش فضايح يا ساعتين. يعني يحيى ابوها وشنابه. يحيى ابوها وشنابه اللي محدش غلبه. تعال تعال، والله البيت هينور النهارده، هينور. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني ارموا شويه تراب على الميه دي لحسن حد يتزحلق. والله يا رنينه ومفيش فايده، الماسوره لازم تتصلح. تتصلح عشان ابليس في الجنه، ماسور تاهي اللي تتصلح. هو في حاجه بتبوظ في البلد دي وتتصلح؟ يلا ربنا يصلح لنا الحال ونخرج منها على خير. على خير ان شاء الله، على خير. اتفضل يا استاذ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا حاجه؟ اهلا وسهلا. زرنا النبي يا استاذ تمام. عليه افضل الصلاه والسلام. شرفتنا يا استاذ تمام، اول مره تخش بيتنا. ادينا دخلناه في الافراح يا بنت اهو، ربنا يديمها. يا رب. انتوا نزلتوا ستكم عبد الله ليه بس؟ قال ايه؟ صفيه حكمت رايها، قال الاوضه عندي ضيقه وما تسعش قرايه الفاتحه. معلش يا حاجه، وجودك برضه مهم عشان تملي اليوم كله بركه. النبي يا اخويا، دي قله عقل وشحططه. خلاص ربنا يكفينا شر قله العقل والشحططه. ها نتكل على الله ونقرا الفاتحه. وماله يا استاذ تمام، انا يعني بس بعد اذنك حابه كده ان احنا نعيد الكلام تاني قدامك وفي حضورك علشان تبصوا ما انت بقى عليهم. لا استنى،
يلا يلا يا اختي انت وين؟ يلا نطلع بره يا جماعه عايزين يتكلموا كلمتين. راجعين تاني يا حاجه وهنزغرط ونهيص للصبح. على مهلك يا ولاد. يلا بينا. على مهلك يا اختي. استغفر الله العظيم يا رب. مش محتاجه راجل يا مصباح، مش محتاجه راجل. انا يا استاذ تمام عليا اوضه النوم وهم عليهم كراكيب المطبخ. قال لك كراكيب من اولها اهو يا اختي. ما يقصدش ما يقصدش. امال في الساعه ده يا ابني. خلاص يا استاذ تمام خلاص، ما تزعليش، حاجات المطبخ وشويه القطن والتنجيد عليهم. القطن اه عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار وواحده صغيره، والقطن يكون سكيرتو. اه مش اي قطن. سكيرتو يا ام سكيرتو. ايه سكيرتو؟ ان شاء الله. ها قلت ايه يا صفيه؟ موافقه يا استاذ تمام. مش حاضر يا اخو. لا حول ولا قوه الا بالله. وبتعاطي ليه دلوقتي يا صفيه؟ كان نفسي ابوها هو اللي يقرا فتحتها. تعيشي وتفتكري. بس هو انا مش مكان المرحومه ليه؟ يا خرابي ده انت ركت الحاره خربت. خلاص يلا باب البركه يا جماعه، نقرا فتحة عبد الله ابن فيسا على صباح بنت صفية. بس اعذروني انا يا استاذ تمام. يلا ندعي لهم كمان ان ربنا يبارك لهم وييسر لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هدخل معاك عشان اعرفك من الشمال وفي اليمين. هدخل معايا بلبسك الميري ده؟ عادي. بقول لك يا يوسف خليني اشتغل بطريقتي. انت مستعجل على الشغل قوي كده ليه؟ بكره الباشا بتاعنا يهريك شغل. ولا يهمني. بيني وبينك انا اللي يهمني حاجه واحده بس، ان انا اجيب تقدير حلو قوي في الليسانس السنه دي. ربنا معاك ابو صلاح، بكره تاخد الحقوق وتعلق الدبوره وتنسانا يا عم. عيب يا جدع، ان شاء الله انت اول واحد تتعلق. سلام يا يوسف. خلي بالك على نفسك ابو صلاح. ها طبانجه وكده. امان امان. سلام سلام. صفاء فين يا ام؟ خضتني يا اخويا. صفاء فين يا ام؟ بايتة عند خالتها. ايه مالك؟ وتخليها تبات عند خالتها ليه؟ وفي ايه انا لما تبات عند خالتها؟ يا اخويا ما تخافش على اختك، اختك تشرف في اي حته تروح. روح نام انت بقى. انام؟ هكلم خالتي الاول. وسيبيها تبات بره ليه؟ ما عندناش بيت. الو. ايوه يا خالتي. ايوه يا صلاح. لا يا حبيبي نايمة. هو في حاجة؟ لا ابدا، كنت بطمن عليها. طيب يا صلاح تصبح على خير. وانت من اهل بتقولي نامت نامت. ما هو مش معقولة يا خالتي 24 ساعة بيراقبني، بجد بقت حاجة تخنق. خايف عليك يا بنت. خايف عليا من ايه؟ هو انا عيلة صغيرة؟ اتصل وعرف ان انا عندك، ايه لازمته بقى خليني اكلمها؟ مش مصدق يعني ولا ايه؟ والله ما خدت بالي، ده يبقى واد قليل الادب لما اشوفه. لو النبي يا خالتي ما تتكلميش معاه احسن، يعمل من الحبه قب. ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه. طب يلا نامي تصبحي على خير. انت من اهله. لو عوزتي تاكلي ما تتكسفيش، اندهي عليا انا صاحيه. حاضر. ايوه يا خالد. بقول لك ايه، انا مش هعرف اكلمك دلوقتي، خالتي صاحيه وصلاح رايح جاي يتصل، فلو لقى التليفون مشغول هيطين عيشتي. لو سهران شويه ممكن اكلمك. يا
هتعطي. انت يا راجل يا جوزي. صباح الخير. صباح ايه؟ ده الظهر. انت الظهر؟ الله، مفتاح الصيدليه في ايه؟ الله، مش انت قلت لي اديها لتامر عشان يفتح هو؟ يا ناحيه قلت لك 100 مره ما تدينوش المفاتيح يفتح الخانه لوحده. يا راجل ما انا دخلت سالتك وقلت لي اديها له. اديها له ايه؟ وايه اللي انت عاملاه ده؟ عامل لنا فنجان قهوه ساده. على فكره يا عطيه انت ما تطقش الصبح، واللي يشوفك بالليل ما يعرفش يشوفك الصبح. قصدك ايه يعني؟ ما قصديش، هقوم اعمل القهوه. يا ناهد 100 مره قلت لك انا مش عايز يروح يفتح لك زخانه ولا يخش الحاره دي من اصله. ليه يا اخويا؟ يكون شنخه ولا هيخطفوه هناك؟ ما تكبرش الموضوع واتصل بيه. صباح الخير. السلام عليكم. ثانيه. ما بيردش. السلام عليكم. صيدلية النور. ايوه يا سيدي. ايوه يا بابا. انا مش 100 مره قلت لك ما تنزلش زفت الاجزخانه دي الا وانا معاك. يا بابا. يا اخي بابا ايه وزفت ايه بقى؟ انتوا ما بتسمعوش الكلام ليه؟ ده ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ما تديش مفاتيح لحد، اقفل وامشي. انا هنزل افتح معاه المفتاح الاحتياطي. يلا يا اخويا. اللهم صلي على مصطفى. الدقي الدقي زحمه قوي دلوقتي. امبارح ده رد عليه. ايوه. لا معلش، اصل انا كنت في الحمام. اوامرك. شغال. خمس دقايق بالظبط واكون عندك قدام القهوه. ماشي ماشي يا مسهل. ايه وزفت ايه؟ قلت لك 100 مره ما بشربهاش في فناجين، انا بشرب القهوه في كوبايه. ايه؟ في ايه يا عطيه؟ نهار اسود عليا النهارده، مالك؟ خلاص يا جميل حقك عليا. ايه يعني؟ نشربها في كوز، ما دام من ايديك الحلوه خلاص. ما مش كده يا عطيه، من الصبح يا اخويا زعيق، كان يوم اسود يوم ما نزل يفتح فيه الصيدليه. ما انا يا حبيبتي مش عايز ينزل الحاره دي من اصله ولا يشتغل في الصيدليه، وقلت الكلام ده 100 مره لما قلب اتنق. خلاص يا اخويا، انت وابنك حرين في بعض، اشربوا بعض. اعمل حسابك الشغاله جايه بكره. ودي هتاخد كام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ وهتجيب لنا الاكل معاها ولا ايه؟ معقوله يا ناهد شغاله ب 1000 جنيه علشان ثلاث انفار في البيت؟ ايوه. قول بقى كده، قول انك جايب خدامه ليك انت وابنك. لا يا جميل، فهمتني غلط، ده انت ستنا. ستنا وتاجر اسطى. ما هو كان كلامك قبل الجواز مش كده. قول بقى ان ما يهمكش ضوافري، ما يهمكش تدخل البيت تلاقيني غرقانه في ميه الغسيل، قول ما يهمكش ان انا يبقى شعري بايظ وما اروحش كوافير. قول. لا بقى ده كلام. ضوافرك ده احنا خدامين ضوافرك، ده احنا نمشي على ضوافرنا في سبيل ضوافرك. بقى ده كلام، بس بقى على شرط ما ترجعيش بقى تزعلي وتقولي لا، اصل البنت الخدامه دي شغلها وحش، اصلها قليله الادب، بتقل ادبها عليا. لا ما تخافش، الولايه اللي جايباها بتقول عليها شاطره قوي. طبعا لازم تكون شاطره، امال قدرت تلهف مني 1000 جنيه في الشهر ازاي؟ ايه
ناولين ربع يا منى. ايوه يا باشا هو سبته يا باشا زي ساعتك ما قمرت. حاضر يا باشا. الله يكرمك، اطلع بقى رجع العربية وادفع إيجارها. هيحصل يا ريس، السلام عليكم. مع السلامة. الواد بلال ده راجل يابا. على الله لما يمسك قرش ما يتعوجش علينا. ما تقومي يا ولية، أنت هتفضلي نايمة للعصر. ما انا قايمة من النجمة عشان افطر العيال، سيبني انام شوية بقى. خليكي نايمة. خد يا منى. جيب لنا 2 كيلو كباب على كيلو كفتة وشوية سلطات وعيش من الفرن. ما تهدى بقى شوية يابا، مش معقول كل فلوسنا رايحة على بطننا. أنت مش شايف القرف اللي احنا عايشين فيه؟ يوه يا منى، أنت ما بتزهقش حوارات في المواضيع دي. ما تخلينا نقب على وش الدنيا. نفسي أطلع البلكونة وأبص على منظر عدل. أنت مش كل ما تطلعي معايا وتشوفي الفلوس دماغك تنقلب. المرشدين كتير في الحارة يا منى، وأي فلوس هتبان من غير سبب هنتحط في الكشف. يا سلام، هو احنا يعني بس اللي بنبيع؟ ما نص الحارة بتبيع. اهدي شوية يا منى، اهدي يا بنتي. أي فلوس بعملها ما هي ليكي ولإخواتك. أنا خايفة عليك يا زيزو. ما تخافيش، روحي بقى أجيب الكباب، هموت من الجوع. ما تقوم يا وليه وخلي عندك حصوة ملح. خلاص خلاص هقوم، بس دي واحدة بس. دي ايه الولية الجبلة دي؟ يا اختي تقدري على قاعده في الجامع يا وليه؟ لازم تخلصي الدرس كله. طب معانا في الجنه. وانت مالك انت؟ الله، وانت ما بتروحي طول النهار يوم الحد تلزقي في الكنيسه يا بنت؟ حد بيقول لك حاجه؟ يا اختي يا رب انا قدس وانت بتحجي في نفس اليوم. من بقك لباب السما. بس ستر البت الاول. وليه معبد الله هتجنني؟ ما تفهميش ليه مصممه على مرتبتين؟ لا اله الا الله يا اختي، ده احنا دخلنا على ربع مرتبه، لا قلنا اه ولا اي. ما هي مش عايزه ابنها يتوجع. سعاديه. بس انطر القطن بقى غالي قوي. ربك هيسهلها. يا رب. خايفه ما سطرش البت. يا لهوي. ده انا تبقى وكستي مش على حد. انت مش هتقبضي الجمعيه الشهر ده. ده هي دي نجدتي. ربنا بس يشفيها عم منصور يا رب. بقول لك ايه؟ ما تيجي بكره الصبح نروح نشق عليه. وماله هنوبنا سواب؟ صابا هاخده لوحدي، انت مالك انت؟ يا اختي نصاصي بلاش طمع، انت حبه ولا حبه؟ لذلك يصل الحجيج الى جبل عرفات. هناك تبدأ الشعائر الدينية كما أمرنا الله. سامع يا واد؟ حتى غروب الشمس. بيقول لك هنقف على عرفات لحد المغرب. النبي تنولها لي يا رب. يا رب الاقي فرد الشبشب السودا، كانت هنا، راحت فين؟ عملت ايه يا واد في الصور بتوع البازابورت؟ الصور اللي معاك يا ابيض واسود ما تنفعش، لازم تتصوري. ده ما تصورني يا اخويا. اصورك ازاي؟ اقرب مصورتي بعد 2 كيلو من هنا، اشيلك على كتفي واجري ولا اعمل ايه؟ جيب لي المصورات يصورني هنا. ازاي بس يا ام؟ ازاي؟ يا واد انت مخنوق عليا كده ليه يا واد؟ كل ما اجيب لك صورة الحج.
قولي لي اعمل ايه وانا اعمله واحط جزمه قديمه في بقي. انت ايه وقتها هتدفع لي حاجه من جيبك في الحج ولا في الصور؟ اسم الله. ها فات الشبشب ايه؟ بس انت روح قول له الحاجه نفيسه النبي يا رب تسمعها مني. قول له قول له امي هتحج، قول له عايزاك تجي لها الاوضه تصورها واللي هو عاوزه ياخده. حاضر يا امه. النهارده يا واد. حاضر يا امه. في حاجه تاني؟ رد عليا كويس يا واد، مش كل ما اجيب لك سيره الحج لسانك يتعوج. الله. حاضر. وكلت الفراخ؟ وربنا اكلت الفراخ. طب غور غور من وشي يا واطي. حاضر حاضر. غور جاتك غارت غمغرت. بطل دوشة يالا، بطل دوشة. ألو، بقولك إيه؟ ابعت العربية. في زبون لغيته على 70,000 وشكله جاي، هيبقى هنا على 5:30. لو مش هتقدر تيجي ابعت لك حد ياخدها. ما تلغيش الفلوس قدام الزبون. يلا مع السلامة. ازيك يا سناء؟ نحمد يا أخويا. فوت على أبوكي؟ أيوة. بس تعبان قوي والله يا سعيد. دايله يا سناء ربنا يشفيه. ادينا بندايله وبنقرا له قران ليل نهار. في حاجه يا سناء؟ ها؟ لا يا اخويا ما استغناش. بص يا سناء، انا فاتح المحل ده على عيني، الناس واكله وشي، ابويا رايد وانا فاتح المحل، بس اعمل ايه؟ انت عارفه بقى مصاريف الدواء والاكل والشرب على اللي داخل واللي خارج. مستوي يا اختي. انسي ال 20 جنيه بتاعت كل يوم. انسى انسى ازاي سعيد؟ واكل انا وعيالي منين؟ الله، وانت مش في عصمة راجل؟ قولي له يتحرك شويه بدل البلطجه اللي هو فيها. يوه، وايه اللي دخل جوزي دلوقتي بالموضوع؟ انا ليا في المحل ده زي ما انت ليك بالظبط. انت بتعلي عليا صوتك في الحاره يا سناء. استغفر الله العظيم يا رب. معلش هلمها يا سعيد عشان خاطر ابوك التعبان. بس اوعى دماغك تاخدك للي بتفكر فيه. ها؟ لا يا اختي، انا ما بفكرش في حاجه. ولا دخل العده وقفل المحل. مش صاحبه عيان؟ يتقفل بقى لغايه ما صاحبه يجي. يبقى هاتي له انتوا الدواء يا اختي بقى. ماشي يا سعيد، اقفله ان شاء الله حتى تولع فيه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. افتح على المحل. قوموا يا عيال يلا عشان تدفعهم يا فرح. في يا سناء مالك؟ راكبة فيك عفريت ليه؟ يا اخويا سيبني في اللي انا فيه بقى. ويلا يا عيال عشان تاكل. منك لله يا سعيد يا ابن نعيمة، منك لله. امال ابويا لو مات كان عمل فينا ايه؟ ايه عمل فيك ايه اخوك تاني؟ عمل اسود ومنيل، قفل المحل ومش عايز يديني ال 20 جنيه اللي ابويا كان سايبها. لسه شفت منه حاجه؟ ده كان صح وانا عارفه كويس. خلاص يبقى احنا لازم نقف ونوقفه عند حد. كل يا واد، ولا اقول لك ما تدفعوش؟ قوموا يلا غروا من وش. قوم هتاكل ولا اعمل لك شاي؟ اعمل لي شاي. ماشي. وإذا كانت هذه الأشياء صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها جريمة في حد ذاتها، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال حتى لو لم تكن ملكا للمتهم. ملكا للمتهم. هي قويك يا حبيبي. أو النبي ادعي لي يا أم. إلهي ربنا يجعله من حدك ونصيبك، وأشوفك ظابط قد الدنيا يا صلاح يا ابن بطني، وينجح أختك قادر يا كريم. ويهديها، ادعي إن ربنا يهديها. يو، ما أختك كويسة والحمد لله. انت بس اللي شغلك في الاسم مخليك شاكك في الدنيا كلها. وبعدين ما تنساش انها بنت جامعيه. ياما انت فاكره الجامعه دي ايه؟ ده شارع كبير فيه الحلو والوحش واولاد الحرام. وخلي بالك ما بوصي البنت غير البنت اللي زيها. اصحابها كلهم بيقولوا لها لحد هنا وعارفينهم وكويسين واولاد حلال. برضه خلي بالك. ربنا يستر. اعمل لك لقمه تاكلها؟ لا شكرا. بس بقول لك ايه، لو حبيت تجيب بطيخ بعد كده قولي لي انا اجيب لك بطيخه مسخه بس سكر من ايديك. روح يا شيخ، الهي ربنا يبارك لك ويخليك ليا قادر يا كريم. لو وصلت حاجه انا بره وبانده عليا. يجوز للقاضي اذا حكم بعقوبه جنايه او جرحى ان يحكم بمصادره الاشياء المضبوطه في الجريمه التي استعملت او التي من شانها ان تستعمل فيها دون الاخلال بحقوق الغير. حسن النيه.
الحق سبحانه وتعالى يقول: وهكذا نجزي المحسنين. يعني البني آدم مننا لابد إنه يقوم الليل يسبح ويعبد، يعبد الله ويصلي، يعطيه الله ثمرة إحسانه، يعطيه الله إيه؟ ثمرة إحسانه، ويمده بالحكمة والعلم والصبر. أيوة الصبر. لازم الإنسان مننا يا أولاد يصبر على ما ابتلاه الله ويتقبل قضاء الله وقدره. يعني إيه؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى خلق الواحد مننا فقير، خلقه إيه يا شوقي؟ فقير. فقير لازم يستحمل ويصبر ويشتغل ويتعب ويجد ويجتهد في عمله، أم ربك سبحانه وتعالى يرد عليه ويقول له: قبلت قدري وأحسنت عملك فخذ جزاءك. خذ إيه؟ جزاء. خذ جزاءك. عشان كده يا أولاد تلاقوا كل العظماء اللي في الدنيا، والعظمة لله وحده طبعا، أنا أقصد كل الناجحين الواصلين من النوع اللي صبر واستحمل وصبر على ما ابتلاه الله وعلى قضاء الله وقدره. ولا ايه يا ولاد الكلب؟ نمتوا؟ طب قوموا ناموا، نامت عليكم حيطه. ايه انا بدي الدرس للهوا؟ لا يا اخويا كمل كمل، كلامك حلو قوي. كملي نوم انت يا زينب. كمل كمل كلامي حلو، انت سمعت حاجه من كلامي؟ يلا يلا خدي بنتك وروحي ناموا. يلا يلا بنت عيشه. معلش يا اخويا معلش، تعرف انا بصحى بدري عشان العيال. يلا يا عيشه يلا. يلا يا اختي الله يعينكم. كمل يا اخويا كلامك حلو كمل. الله يعينكم. تصبح على خير. انتوا من اهله الله يعينكم خالص. ما تقوم يا اخويا حصل امك واختك انت كمان. لا يا حاج انا قاعد معك شويه. بجد يا شوي؟ ولا شوي انت فهمت اللي انا قلته ولا تحب اعيده لك مره تانيه وافهمه لك بطريقه مختلفه؟ فهمت فهمت طبعا يا حاج. انت عارف يا شوي يا ابني انا نفسي في ايه؟ في ايه يا حاج؟ نفسي انك تشتغل اي حاجه اي حاجه. الراجل يا ولد اتخلق عشان يشتغل ويعمر الدنيا. ما على يدك يا حاج. اشتغل فين بس في البلد دي؟ اشتغل فين؟ ما هو ده الغلط. شوقي يا ابني اصحابك اللي هم سافروا بلاد بره عملوا لهم ايه في بلاد بره؟ استقبلوهم في المطار وشغلوهم على طول؟ لا يا حاج يعني اكيد قعدوا يدوروا على شغل شهر ولا اتنين لغايه ما ربنا كرمهم واشتغلوا. يعني ساعوا ودوروا؟ سعوا فين؟ في بلاد بره. طب ما كانوا يسعوا في بلاد جوه احسن لهم، كانوا دوروا على شغل في بلدهم وكان ربنا هيكرمهم ان شاء الله. انما انت انا عمري ما شفتك بتدور على شغل. ادور فين بس يا حاج؟ يا ابن البلد كبيره سمي بالله كده واقصد كريم ودور، وان شاء الله ربنا هيعطرك على شغل كويس. حاضر حاضر يا حاج، من بكره الصبح هنزل ادور على شغل. انت بتاخدني على قد عقلي يا واطي؟ من بكره الصبح؟ وانت كل مرة بتقول لي من بكرة الصبح ولا بتدور ولا بتنيل. بقول لك ايه؟ هو انت ما هتشتغل هتكبش وتديني يعني؟ يلا روح روح جيب المهب بجد كل بلد، لم ياد السجاجيد ورجع الصلاة زي ما كان. يلا يلا. حاضر. استنى بس احط الحزام اهو. بالراحة. روح يا مرة عند اخواتك يا حبيبتي الاكل خلص. لما اخلص اللي في ايدي. بالراحة بالراحة يا بنت هتقطعي شعري. ماشي يا زيزي. خلاص خليك انت بقى وانا اروح انا ليهم. بلاش المشوار ده. انت يا واد يا سايق اطلع واد قبل هو ده الشغل يا بنت. ضربة واحدة ونخلص. طب خد الواد بلال معايا. ما ينفعش. فين الشنطة؟ هي عايز ياكل واللي مش عايز ان شاء الله معاه كلب. ايه ده؟ ما تخافيش ده اوان تصوت بس او يخوف. هات الشنطة. سلامة الله يا اخويا، ربنا يستر طريقك. ربنا يوفقك يا رب.
ايوه حبيبي. لا اطمن، المراكب لسه واصله حاجه طازه كاستره. ايوه. ده كلام برضه يا رجاله؟ اول يوم اجي لكم الاسم تنزلوني ماموريه وش على طول كده؟ انت لسه شفت حاجه؟ الدايره صعبه ابو صلاح. لا 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 يا نهار اسود، ايه ده؟ ايه ده؟ اوف 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 اوف. حاضر. ده بقى صلاح كده يجرى لك حاجه؟ ضعت يا يوسف، مستقبلي ضاع. يا عم لا ضعت ولا حاجه، هتعدي صدقني. ما كنتش عايز اموته، ما انت انت كنت موجود يا يوسف، والله العظيم كنت عايز اموته. عارف، مصدقك. انا ضربت طلقه في الهواء وطلقه في الارض، قعد يرد عليا. والله العظيم ما اعرف لو هو مسدس في شنك، والله العظيم ما كنت اعرف. عارف، اهدى بس، اهدى. هيعملوا معايا ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، تعدي على النيابه تقول اقوالك وهيفرج عنك، لان دي مش اول مره تحصل. أنا عايز أكلم البيت، عايز أكلم أمي. ما تكلمش حد دلوقتي لما تهدى. خد يا ابني تعال اشرب العصير. عصير إيه يا عم؟ أنا ماليش نفس الحاجة خالص. يا عم اشرب عشان تصلب طولك وتعرف ترد قدام وكيل النيابة. فتحت؟ لا لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا استاذ تمام. ايه الاخبار؟ مفيش فايدة، دماغها ناشفة مش عايزة تفتح لحد. لا حول ولا قوة الا بالله، كلنا لها. ابوها برضه معلش. امها جوه يا بلال؟ ايوه يا استاذ تمام، امها جوه. طب ما تحاول معاها انت يا استاذ تمام، يمكن تفتح لك. هحاول. اتفضل حاول معاها والنبي. افتحي يا منى، افتحي يا بنتي، انا عمك تمام. يا بنتي عيب كده، ده انا اول مره اخبط على بابكم. افتحي، انا هتكلم معاكي خمس دقايق وامشي على طول، مش هطول. افتحي ما تخافيش، انا لوحدي. ايوه يا استاذ تمام. ايوه يا اخويا. صح. ايوه يا اخويا. قتلوا. قتلوا يا استاذ تمام. الحكومة قتلت جوزي. جميعا. اروح فين ولا اجي منين؟ اسكت ولا اتكلم؟ ولا اعمل محضر في الحكومة؟ قول لي اعمل ايه؟ ما تتكلم. سكت ليه يا استاذ تمام؟ سكت ليه؟ سكت ليه؟ اقول لك تعمل ايه؟ وحد الله في قلبك. اه واحدة لنا من غيره. بنوحده يا اخويا قبل ما يموت وبعد ما مات. وفي كل اهدان. هو احنا ورانا حاجة غير لا اله الا الله محمد رسول الله؟ البنت هتموت من ساعة ما سمعت الخبر جالها بالسكتة. معقولة؟ معقولة يا ولاد؟ معقولة اللي بيحصل ده؟ اعمل ايه؟ مش كده يا مونة، امال مش كده؟ حرام عليكي، اهدي انت بس وسيبي مونة عليا. هاتلي حاجة اسكت، مش هتكلم اكتب خالص. اسمعيني كويس يا مونة بنتي،
قال الله تعالى في كتابه العزيز: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني يا بنتي لما حد فينا يمر بموقف صعب زي ده لازم يقول قدر الله وما شاء فعل وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عيطي يا منى عيطي يا بنتي، البكا فرج وتطهير للنفس. أنا عارف إن أبوكي ألف رحمة ونور عليه كان عزيز عليك قوي، بس مهما كان ما يعزش على اللي خلقه، ولا إيه يا منى يا بنتي؟ وهو دلوقتي بإذن الرحمن في مكانة عالية هيكون مسواه الجنة إن شاء الله. ادعي له يا منى، ادعي له. لبسته الحزام وسرحت له شعره قبل ما ينزل، شكله هيبقى حلو قوي وهو هيقابل ربنا. الحشيش حرام؟ حرام. طب والقتل؟ أشد من الكبائر. يبقى لينا حق لازم ناخده. هتاخديه من مين ولا مين يا بنتي؟ دي حكومة، حكومة. وبعدين احنا سمعنا ان اللي قتله ما كانش قاصد، يعني ضربه بالنار غلط، قتل خطأ. اللي يطلع طبنجة من جيبه بيصلحها مش عشان يزمر بيها، عشان يقتل. انت كده بتفكري غلط يا منى. تصدق بقى ان انا اول مره افكر صح. مش هنزل دمع من عيني الا لما اخد له حقه. هيا صلاح، ممكن بقى توصف لي وبالظبط ايه اللي حصل يوم الحادثه؟ حضرتك انا كنت ضمن قوه الضبط واحضار لالقاء القبض على المجني عليه. فوجئنا بالعربيه البيجور المبلغ عنها حضرتك فندم بتقف قبل الكمين بحوالي 50 55 متر. العربيه لفت وجرت عكس الاتجاه. حد الضابط امرنا ان احنا نطرد السياره. ومحدش في القوه كلها عارف ان المسدس اللي معاه ده مسدس صوت. حضرتك يا فندم محدش كان يتوقع ان هو معاه مسدس صوت. يا فندم انا كنت في حاله دفاع شرعي عن نفسي. القانون بيقول ينشأ حق الدفاع الشرعي، بس تقارير المراقبه بتاعتنا بتقول انه كان تاجر صغير وما بيشيلش مسدس. ايوه يا فندم انا كنت ضمن القوه حضرتك ومش هستخدم المسدس غير بامر حضرتك الضابط. يفرج عنه بضمان وظيفته. فين الاغاني اللي هرينا بيها طول النهار؟ عمك منصور بيودع، ما اقدرش اعلي التسجيل تبقى عيبه. هو تعبان قوي كده؟ اخر ايامه، ادعي له بالتعديل. ليه بس كده؟ قول ربنا يشفيه. بيقول لك بيودع، لا اله الا الله. محمد رسول الله. اجيب لك البوكس. ايه؟ كده يبقى خمسه. ماشي. تعالى يا حمار. مقدر. تعالى. يا حمار. اول تعمل دي تعملها وبعدين تعمل التاني. حاضر يا استاذ. هتقضي الجمعه كلها في الباب ده ولا ايه؟ لا يا استاذ، على طول والله اخلصها يا استاذ. على طول هتخلصوا ايه؟ خلص يا استاذ. يلا. حاضر يا استاذ. من هناك. صباح الخير يا استاذ سعيد. صباح الفل يا ابله ليلى. الحاج عامل ايه؟ والله تعبان يا ابله وتعبنا معاه. معلش يا اسطى، شد حيلك، ربنا معاك. اه نعمل اللي علينا ان شاء الله، ربنا يشفيك. اسمع من بوقك ربنا. طب قول يا ابله ما تنزلش اشرب حاجه. تشكر يا اسطى، سلام عليكم. الف سلام. مصر غالية عليا يا امي، مش عايزين نشكيلك يا امي. مصر غالية عليا يا امي، مش عايزين نشكيلك يا امي. مصر غالية عليا يا امي، مش عايزين
اللي اشكيلك همي. بص يا غالي عليا يا امي، مش عايزين اشكيلك همي. الحقي ده في مظاهرات في الكليه. واحنا مالنا؟ اقفلي باب المكتبه وما تدخليش حد. ايوه يا دكتور. انا قفلت باب المكتبه. في طلبه عندي. حاضر يا دكتور. ازيك يا جابر؟ نهار ابيض. عندك زحمه؟ اجي لك بعدين. زحمه مين يا عم؟ قوم يالا بقالك ساعه لازق في الكيبورد. روح يا ابو كريم، اقعد حبيبي. قشطه. معلش يا اخويا بس اصلك يعني في حد كده بعت لي حاجه على الايميل ولازم اشوفها. عيش حبيبي، عيش براحتك. بقول لك يا جابر. ايه يا حبيبي؟ اخش على رسائل منين؟ يا ابو كريم انت نسيت ولا ايه؟ اهو. كده انت دخلت على الرسائل. ليه بس كده؟ في حاجه يا كريم؟ ايميل جالي بالانجليزي ومش عارف اقراه. بسيطه يا عم، اول ما يجي عيل من العيال اللي بيعرفوا يقروا انجليزي يقراهولك. وانا لسه هستنى العيل. انا اروح جاري اجيب المدرس الانجليزي بتاع الواد عادل اخويا وهو يخلص لي كل حاجه. سلام. سلام. جابر. معلش يا اخويا، اصل كنت عايزك في خدمه كده. اومر كريم، كنت عاوز حته جهاز صغير كده احطه عندي في البيت، كونهولي يعني، وشوف تكاليفه كام. لا يا عم بسيط، انت تفوت عليا بالليل اكون فنطت لك الحزمه كده واقول لك اعمل كام. اصل سلام يا فريند. بقى لسه في طلبه بتعمل مظاهرات اهو. اي تفريغ للكابتن اللي جواه؟ وهي المظاهرات تفريغ يا ليلى؟ دي حقوق انسان ولازم نطالب بيها في اي وقت وباي شكل. حقوق مين يا فاتن؟ احنا قعدنا 10 سنين في الجامعه نعمل مظاهرات، ايه اللي اتغير؟ احنا اللي اتغيرنا من جوه. بقينا نعرف نلعب استيميشن كويس قوي ونشد سجاير جامد جدا. اهم حاجه بقينا بنشرب قهوه وساده. صحيح يا ليلى، السؤال ده محيرني بقاله سنين. ليه ايام الجامعه كنا بنشرب قهوة وسادة؟ كنت شايفة نفسي مفكرة وفيلسوفة، ومش معقولة بقى بنت زي مفكرة وتشرب قهوة سكر زيادة. كنت مرغمة عليها. مرغم عليك يا صبح، مغصوب يا ليل. لا دخلتها برجلي ولا كان لي مين، وبكرة هخرج منها شايلين لي شيء عجبي. ايه يا جماعة، احنا هنقلبها غم ولا ايه؟ احنا قاعدين نضحك الصبح. افتكرت ايام الجامعة، ايام حلوة ومحدش فاهم حاجة ولا حد دريان بالعمر اللي بيجي. صح يا في ايه يا خيال؟ ما تقول له الاستاذ طالع. شو الحاجات دي بسرعه بسرعه. امسك امسك امسك. الاستاذ طالع، انا مش عارف بس ايه اللي خلص الصاله بدري كده.
نمشي ولا نعمل ايه؟ ياض استنى، هات هات شيلها هنا، شيلها هنا. هنا؟ طب اعمل ايه انا؟ ولا اقول لك بلاش هنا، هيشوفها. يا لهوي. طب وبعدين؟ خد خد، اصبر يا رب، اصبر يا رب. اطلع على السطح، اطلع بسرعه بسرعه. خش الشقه، انزل وانا هحصلك. خد خد دي معاك. عاوزها تخرج الساعه 7 من الكوافير. ماشي يا غالي. يلا يا اخويا توفر ايه وزفت ايه؟ يا لهوي. اصبر يا رب، اصبر يا رب. سلم يا رب، سلم يا رب. لما انت هنا ما نزلتش تصلي العشاء في الجامع ليه؟ انا كنت نازل يا حاج، بس انتوا اللي خلصتوا الصلاه بدري. يا اخويا كان نازل يصلي. طب يلا يا اخويا اتفضل انزل صلي العشاء في الجامع. حاضر حاضر يا حاج. لا اله الا الله محمد رسول الله. بقولك ايه يا شوقي؟ أيوة. والنبي يا ابني هات لنا بدنيا ايش معاك وانت جاي. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امال العيشة فين؟ نزلت يا اخويا عند نعمة تتفرج على التمثيلية. نعجة طول فوزك انت الجوز يا ابو عدى. انا يا وليه انت مش قايل لك بدل المرة 1000 مفيش نزول بعد العيشة؟ يا اخويا من قلت لها تروح تفك عن نفسها شوية، البيت ما بتشوفش الحارة. وهتشوف ايه في الحارة غير القرف والطين وقلة الدين؟ يعني يا اخويا لا تلفزيون ولا بتروح كده ولا تيجي كده ولا حد يشوفها ولا تشوف حد كمان. ما اللي عايز يشوفها يجي لها، اهلا وسهلا، البيت مفتوح. يلا يا اخت يلا خش غيري هدومك وروح عند هلا. حاضر حاضر. طبعا مش عاجبك الكلام. لا يا اخويا عاجبني، وانا في دي اعمله يعني. حاضر. عايزين تعيشوا في ميغه وسبهلله جت كل بلا. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله. طب شاب ايه في مشاكل في التنفيذ؟ مضايقين عليا وقرفني قوي. عشان انت نضيف بس. مرحلة فيفي دخلناه ليه؟ هو اتهبل ليه؟ انتوا زعلانين مع بعض؟ اخوكي عبيط عاوز نخرج معاه. ده انت حتى ما بتكلميهوش في التليفون ولا معاكي موبايل. موبايل اللي اسمع من بقك ربنا. بيتي عايشه. ايوه ياما جايه اهو. مش بيتي عايشه. ما تيجي يا زينة. مساء الخير يا ام نعم. مساء النور يا زينة. ما تيجي يا ولية. معلش وقت تاني يا اختي. يلا يلا يا بيتي عايشه. يلا سلام عليكم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. بنتي عايشة من هنا ورايح مفيش خروج من غير ما تقوليلي، فاهمة ولا لأ؟ ما أنا قلت لماما. كلامي واضح يا عايشة من غير ما تقوليلي، وأديني هقولها لك تاني أهو، مفيش خروج من باب الشقة من هنا ورايح، صاحبتك عايزة تشوفك تجيلك هنا أهلاً وسهلاً، كلامي مسموع؟ حاضر يا بابا. أحضر لك الخير يا أختي، يلا خش جوه. وأنت يا ست هانم بلاش تسيب السايب في السايب كده، هتبوظ العيال. يا اخويا ما انت تشد وانا ارخي، لا العيال تطق من جنابها. تطق ولا تتحرق بجاز؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت تشد وانا ارخي؟ ما سمعناش الكلام ده قبل كده. حاضر حاضر يا اخويا. هتضل لك لقمه؟ لا يا اختي مش عايز اطلع. ده انتوا تسدوا النفس جت كل بلا. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم. قولي يا هم شويه، انت هتكعتي ولا ايه؟ فاشر يا اختي، بس هو المشوار اللي هد الحيل. انت لو قلتي لي جيت معاكي، بس انت عرفتي منين يا قروبه انت يا راجل ده عامل تخفيضات؟ عشان تبقي تسمعي كلامي بقى لما اقول لك على حاجه. سمعنا. يا لهوي، بصوا الواد بيكرس القطن زي احنا في عرض ندفع. كان جنب سوق العيش. قرص. ما تبقيش تقولي للبنت صفية على تمن الصين، لحسن تقفش. يا ولية شيلي عينك من على القطن. يا قطن زي الفل يا اخي. الله يسلمك يا حبيبتي. هنعمل ايه؟ قضى ربنا. ربنا يجاوبهولك بالسلامة يا رب. ايه الاخبار يا ست سامية؟ اكل حاجة النهاردة؟ ولا شرب مي. الشفا ان شاء الله. الحمد لله. ايه يابا بقى؟ شد حيلك كده. طب يابا هروح انا للعيال وبعدين ابقى اجيلك لو عوزت حاجة ابقى اندهلي. ها بقول لك ايه يا سعيد، في حاجه بينك وبين سناء؟ لا يابا ابدا،
المهم يابا انت عامل ايه؟ الحمد لله. بص يا سعيد، البيت والدكان ليك انت واختك سناء ومراتي سامية وابنها بما يرضي الله. ايه يابا اللي انت بتقوله ده؟ شد حيلك. بيوت ايه اللي انت بتتكلم عليها يابا؟ هو في حد هياخد حاجة معاه؟ اسمع الكلام، انا مش هكتب حاجة لحد، وكل حاجة تتوزع حسب شرع ربنا. ونعم بالله، طمن، كل حي هياخد حقه. بس انت ان شاء الله هتعيش يابا، هتعيش. ربنا يكرمك يا ابني. طب قول لي بقى، اجيب لك شات شوربه ولا اجيب لك عصير؟ لا يا ابني، قوم روح الورشه وما تقفلهاش، هي اللي لماكم. ودي لاختك سناء العشرين جنيه بتوع كل يوم. بتاخدهم يابا على داير مليم وهي عندك، اسألها. ربنا يكرمك يا ابني. أستا سيد، عم سيد، عم سيد. ايوه ايوه يا ابني، سمعنا سمعنا. هات تنزل، مالي صعب الهادي. ايه ده، مال وشه محروق ده ليه؟ فرن هب مننا شويه كان يحرق الدنيا. البق بتاع كل يوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مسك الواد الحمار، ناس على الشغل تاني اهو. ما توديش عنده تاني يابا، الافران كتير. وانت راجل قوي، هتشيل الشغل وتوديه الفرن. اخفى اخفى، هات الكرتونه. ارحمنا بقى يابا، عيشتك كلها بقى زيت. قول لي اقعد ارتاح يابا، وليك عليا من بكره هقعد. اسطوانه كل يوم بقى. انا قاعد بقول اسطوانات يا صايع عره خلق الله. مش عايزك تعمل لي اياته حاجه. يلا روح شوف لك سيجاره اصطبح بيها. منين يا حصره دي بقت مقشفره؟ وتفضل مقشفره طول ما انت ملطع كده على النواصي. اصايع، هو في ايه يا سيد؟ هيكون في ايه؟ ابنك ابو لسان طويل ماله؟ مش عاجباه شغلانه البريك. معلش يا شايليني شايليني. خلينا نطلع على السوق، لا عيل نافع ولا بنت نافعه. وانا عملت ايه بس يابا؟ عملت ايه؟ الجلابيه وسخه من امبارح، عمال اقول لك اغسليها لي، اخرج بيها السوق كده مقرعه. يو والله نسيت، معلش يابا حقك عليا. انت يا بنت واخده تطوره ولا واخده تطوره؟ بتنسي اختي تغسلي هدومك؟ بقول لك نسيت ياما، هو انا كفرت؟ طب يلا روحي يا اختي ولعي الوابور، عايزين نعمل الفرخه. يلا بسلامه يا اخويا، انت خلي بالك. يا فتاح حليم على الزق كريم. السلام عليكم. السلام اخويا. دخلت ليه يا كريم؟ معلش يابا الكوبري كان زحمه. وايه اللي طلعك الكوبري؟ الله من الارض سالك. لا اله الا الله، كان في لجنه في شارع رمسيس شاده الشارع حبتين. كويس انك انت ركبت الكوبري. بقول لك ايه، تاكل يلا؟ لا يا ربنا يخليك، سبقتك وكلت كشري. ما همش عليك تجيب واحد كشري لابوك، كان موسخ صحيح. لا اصيل لا. ماشي. طب مفيش واحد حلو؟ رز بلبن، مهلبيه؟ لا مفيش. مش بقول لك وسخ؟ رد على الموبايل بتاعك. يلا لا، تليفونك انت يا ابا. صحيح، عامل لك ايه؟ ما انت كل شويه تغير النغمه. لو اشتدي يا ابو سادة. الو، ايوه يا معلم. لا لا، تحت امرك طبعا. حاضر، عناية عناية، نص ساعة هكون هناك يا عم. الأجرة وصلت خلاص يا عمنا. ماشي، سلام أخويا، ألف سلامة. ولا خد دتستين وديهم لوسطى جابر، بقول لك مصر هتلعب بكرة وهيبقى عنده زحمة. الله، ما نوديهم له بكرة. أما أنت حمار صحيح، يا دي وديهم له النهاردة عشان تقفش إيجار ليلتين، هتفهم إمتى بقى؟ حاضر يا أبا. وسق صحيح. بقولك ايه يا عم نبيل، ما تشوف لنا اي حاجه يا عم الحاج؟ الدنيا ناشفه قوي على اخر اليومين دول. ماشي حلاوه، بس انت فتح مخك وشغل دماغك اللي شبه الدبشه دي. ليه بس؟ يعني لما لغيك على نقل تراك مبراني ما تسيحليش ولا الحي كله عارف. يا جدع ما تاخذنيش، ما كنتش اعرف، كنت فاكرها عادي. على اساس ان هي عربيه ابوك؟ ها؟ ايه ده يا ولا؟ ايه العود ده؟ قالها دعودي ايه؟ على البيت. يا سلام بقى لو شويه ميه تدلدقوا. يا مزاج. ايه ده هلا؟ دي صباح هلا. سلمي عليك. سلمي عليك. ماشي حبيبتي؟ ايه يا بنت صباح؟ ايه يا عبد الله، في ايه؟ اللي عامل نفسك ده يا بنت؟
الميه مقطوعه بقالها يال. مالكش تقولي على الميه، بعد كده لما تعوزي ميه بقولي لي انا اشيلها لك. هاتي. ملوش تتهزي كده وانت ماشيه في الشارع. يلا قدامي. حلاوته. الله. عايزه ايه؟ وحشتني يا بنت. يا بنت احنا مش اتفقنا كل واحد فينا يروح لحاله؟ زلني يا اخو، زلني عشان بحبك وكده اهو. يا بنت، يا بنت احنا ما ننفعش بعض. ليش معنى دلوقتي يعني؟ هتسالي نفسك يا تهاني. طب والله العظيم افضحك، روح اقول لابوك انك انت بوستين. تفتكر هيصدقك؟ طب بص ما تسيبنيش، مش لازم تحبني. لو عاوزني اتحجب البس لك طرحه من بكره. طرحه ايه؟ ولا حجاب طرحه؟ امال عاوز ايه ده؟ امشي امشي بنت امشي. مين؟ في ايه؟ مفيش ياما، ده كلب ايش؟ خشي نامي. ما تنامي انت كمان، كفاياك شاي. خيم ده انت؟ مالكيش دعوه. يوه اعرفينا انت كمان. السلام عليكم. ولا شوقي تعال هنا. هذا ايوه حاج. ايه انت اللي تعمله في شعرك يا حدي من الشعور يا مويس؟ ايه ولا الحاله دي ولا الحلاقه الحمار؟ اصل المرايه بتاعته كانت مكسوره. ايه يا حاج وحشه ولا ايه؟ انت هتستهبل. خلاص يا حاج لو مش عباك هلبس طاقيه دريه. طاقيه تخفيك يا بعيد. ايه انا نص اللي عاملها زي البنات دي؟ هي حصلت يا سافل. انزل للحلاق الحمار اللي عمل لك التسريحه دي، قول له ابويا الاستاذ تمام بيقول لك رجعني راجل تاني، فاهم ولا لا؟ هتقول له ايه؟ رجعني راجل. هتقول له ايه؟ رجعني راجل تاني. حاضر يا حاج. شايفه؟ في ايه يا اخويا؟ مالكوا بتزعقوا ليه بس؟ مش شايفه؟ مش شايفه ابنك؟ مش شايفه القصه اللي عاملها زي البنات؟ هما تلبس فستان يا ولا عشان ابقى خلفت بنتين، ابقى ما خلفتش راجل. بتضحك على ايه يا بنت الكلب؟ يلا هلا روح قول له رجعني راجل. حاضر. يلا. حاضر. جاتك البنا. ايه بس يا اخويا، اهدى شويه، ما كل العيال كده، تلاقيها الموضه. موضه ايه وهباب ايه؟ قطعه الموضه وسنينها اللي تربينا عليه يا زينب طول عمرنا ان الراجل لازم يفضل راجل، شكلنا مضمون. عندك حق يا اخويا، بس اهدى شويه. اهدى ازاي بس؟ انا حاسس ان الواد ده بيفلت من ايدي. ليه بس؟ ما هو زي الفل اهو. طب ده حتى كمان بيصلي. بيصلي؟ بيصلي وايه كمان يا زينب؟ طول النهار والليل على القهوة وعلى النواصي. يا اخويا ما هو من ساعة ما خد الدبلوم وهو قاعد في البيت، هيروح فين؟ مستني التعيين. خليه يخلي لجنبك بقى لما يجيله التعيين. ما انت بس يا اخويا لو تشوف له كده شغلانة مش يكون أحسن؟ أنا اللي أشوف له شغلانة وهو ما يهز سطوله ويدور على شغلانة لنفسه ليه؟ عيل. الحاجة الوحيدة اللي أنا عازله فيها إن البنات دي فعلا بقت مقفلة، والدبلوم اللي خده ده الظاهر كده إنه طلع ضحك على الدقون، لا منه مهنة ولا صنعة ولا حتى تعليم، هي فلوس بيلموها من الخلق وخلاص. يا ريتني كنت رميته في ورشة ولا علمته بجد. زينب قوم اعملي لي كوباية شاي ولا دماغي تلبت. حاضر يا أخوي، بس انت اهدى شوية. صليب هو مال الموت بالحوم حوالين الحاره كده؟ خش انت حمل كراسي عشان توديها لعمك سعيد. يا عباد الله وحدوا الله. منصور ابو سعيد فلوس الجمعيه، فلوس الجمعيه. يا خرابي يا خرابي يا اختي، فلوس الجمعيه. البنت جوزتها باظت، اعمل ايه؟ يا نهار اسود. قومي يا صفية، ندخل جوه المكتب. الاقي منين ولا منين؟ قومي يا اختي، قومي يا اختي عشان ما تلميش عليك الناس. يا
هات تفرش بك حاره ولا نص حاره؟ لا حاجه عدايه كده. طب يلزمك بوفي؟ عمنا بوفي ولا يحزنون، هو موت وخراب ديار. ماشي يا استاذ. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دوام لله يا سعيد، شد حيلك كلنا له. شد يا سعيد، شد على الله يا استاذ. مش عايز اي حاجه، اي خدمه، اي مساعده. خيرك سابع يا استاذ سلمان. هتدفن امتى ان شاء الله؟ مش هدفن، استنى ما يجوا امامي من البلد. وماله؟ مع ان اكرام الميت دفنه من عندنا بكره بطوله، هيروح في ميعاده باذن الله، ملناش دخل كده. طب يا اسطى هشد انا؟ ماشي يا اخويا. انت قلت ايه يا ابني؟ هشد انا؟ ايه اللغه دي؟ احنا قاعدين في غرزه، ما تنقي ملفظك يا اخي. هشدنا الدنيا اللي بقت كده يا استاذ. دنيا ايه اللي بقت كده؟ ده انتوا اللي خليتوها كده. لا حول ولا قوه الا بالله، كلام فاضي. وانت تشرب سيجاره، احترم القران يا اخي، ارمي السيجاره دي عيب. صح. يا لهوي يا الله، سبتني البيت، سبتني البيت. عيب اللي بتعمليه ده يا سناء يا بنت، حرام عليكي كده، حرام. بنته يا استاذ تمام، بنته. بس يا اسطى، وحد الله، قول يا رب كل الاله الباقيه في حياتك. ابويا يا استاذ سلام، ابويا كده يا سعيد، وصل طولك امال، ما تفرجش الناس عليك. لا اله الا الله، بقول لله يا اخويا، بقول لله، وحد الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت بتعمل ايه يا فتحي انت كمان؟ اقعد اقعد. الله يرحمه. قلبه كان حاسس، قلبه كان حاسس انه هيموت. قال لي يا سامي انا حلمت اني لابس ابيض فاضي وماشي في خضره واسعه. اسكتي، ما تقوليش ده حاجه حلوه قوي. والنبي والنبي ده في منزله عاليه عاليه عاليه. في الجنة ونعمة يا حبيبي، في الجنة ونعمة يا اخويا، في الجنة ونعمة يا اخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. استهدي بالله، ادعي له ان ربنا يسامحه ويغفر له بدل ما تراعي بالصوت الحياني ده. يا جماعه والله ده حرام، الموت مش بعيد عننا، ده ممكن نفس من الحقش ناخده كمان. صلوا على النبي، عشان كده لازم نامن نفسنا في الدنيا دي من صلاه وعباده ونطيع ربنا ونتصدق على قد ما نقدر. ما نستناش بقى اولادنا لما نشحت منهم صدقه ولا دعوه، عشان كده الميت بتتقطع كل صلته بالدنيا الا الصدقه وولده الصالح يدعي له. يجيلي على مراته ويقول لها دلوقتي ينفع دلوقتي؟ استهدي يا اختي كده بالله عشان صحتك، يا والنبي كان حنين. نبي يستاهل القهر الله يرحمه. بل وحياه ربنا، ده كان دايما يعمل جمعيات يفك بيها زنقه المحتاج. حرام عليك يا صفيه. يا منصور.
الجمعية. فلوس الجمعية بدناها راحت. يا لهوي. شاء 6 أشهر ضاع. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. حولي لعبد الله. يا صفية عندك عيش ناشف؟ أصل أنا عاملة نام. دوات منصور. دوات تموت فيها منصور. ليه يا منصور يا لهوي؟ دواته يا لهوي يا لهوي. مهش علي قبل ما يموت ولا اي حد علي ايه للناس. عندكيش حاجه عايزه تلبسي اليوم خضارك بالمره؟ مالك ياما؟ مالك؟ مفيش حاجه. بتعملي ايه؟ بتعيطي ليه ياما؟ عشان فلوس الجمعيه؟ يا اختي قطعه الجمعيه اللي عايزها. ياه ياما انت ما بتطلبوهمش من ابنه ليه؟ يا بنت سيبيني في حالي ما تخلينيش بقى اطلع على نفسي جزمه واولع في روحي. خليكي كده ياما. خليكي كده انجوتي في نفسك. مش عاوزه اتجوز ياما. مش عاوزه اتجوز. ريحي روحك. سعيد الباقيه في حياتك يا اسطى. حياتك الباقيه يا صلاح. لما مؤاخذه يا اسطى، بس كنت عايزاك في موضوع كده. خير يا صلاح؟ بص يا اسطى، الجمعيه بتاعت امي اللي هي كانت عاملاها مع المرحوم ابوك، هي بس كانت مكسوفه تكلمك، بس ده دين عليه يعني لازم تسدوه. انتوا ايه يا ناس؟ مفيش حد فينا يحس ويتملح. الراجل لسه دابه ما شلش في طرباته. فلوس اللي عزاته امك يا صباح. فين يا اسطى؟ هو انا جاي اشحت منك؟ وكان ايه اللي حصل؟ انا بقولها اهو قدام كل الحاره، ما حدش يسالني في فلوس عند ابويا، والدكان اهي قدامكم فاضيه على فاض الكريم. وابويا الله يرحمه ما جابش سيري لا جمعيات ولا بوتيكات ولا يحزنونا يا ست صباح. صلى على النبي يا استاذ سعيد. واحد لا كده. طب ايه يا بنت؟ طب ايه يا مصطفى؟ انا بقول لك ايه يا ماما؟ انا بطلب حقنا بس يا ولاد. وهي لك حال كسر حقك؟ كنت حد قال لك اعملي حاجه؟ يوه يا ماما اتفننا يعني مالناش راجل؟ خلاص يا بنت بدل ما تفنك هنا. خلاص يا ماما عايزين حقنا يا ماما. كسر حقك انت خش جوه. يا بابا وصلت المواعيد؟ هخش اكمل. ما ترد على التليفون ده وتخلصنا يا سيدي. لا يا حاج، ده حد مش مهم. ما طول ما انا موجود هنا ما فيش حد مهم بيطلبك. كل حد مش مهم، مش كده؟ هو في حد اهم منك يا حاج برضه؟ ده والله يا ابني. ما ترد بقى. يا ترد بقول لك. يا ولا شوي انزل اسرع في الحاره شويه، روح اقف على المصر. روح. لا لا يا حاج، انا عايز اقعد معاك شويه. استغفر الله العظيم، ربنا يهديك يا شوي يا ابن زينب. عارف يا واد يا شوي يا ابني، زمان وانا عيل صغير وانا اصغر منك بكتير، كان جدك الف رحمه ونور عليه. طيب لما قوم انا بقى؟ تقومي فيه؟ مش لما تسمع الحكايه يا زينب. يا اخويا سمعتها كتير قبل كده، سمعها له هو. معلش اصل انا تعبان، عايز ارتاح شويه. طب يا اختي خشي ريحي. متروح روح ريح ورا المكروه. لا 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 يا حاج، انا عايز اسمع بجد. يا ولا زمان يا شوقي وانا اصغر منك بكتير، جدك الف رحمه ونور عليه قرر ان احنا نسيب البحيره وننزل نعيش في القاهره. ستك الف رحمه ونور عليها اول ما عرفت الموضوع ده عملت مندبه. اصل الله يرحمها كانت فاكرة إن مصر دي كباريه. آه والله كباريه، وإن اللي ينزل يعيش في مصر يبقى ضاع باظ. الظاهر إن كان عندها حق. ليه بس يا حاج؟ ما أنت اتربيت في مصر، يعني بسم الله ما شاء الله يعني. أنا إنما أنت مش ما شاء الله. معلش يا ابني ما تزعلش مني. أنا نفسي يا شوقي أشوفك كويس، نفسي أفرح بيك. عارف يا ولد
أول ما نزلنا مصر جدك ألف رحمة ونور عليه وداني كتاب الشيخ أبو سريع. يا سلام، كانت أيام. أنا تعلمت في الكتاب ده، صح، تعلمت القرآن والنحو واللغة. شوف أنت واخد دبلوم ما بتعرفش عربي كويس وبتغلط في التشكيل وانت بتقرأ القرآن. هادي هادي اللي أنا شايفه منك. يعني لو كنا فضلنا في البحيرة كان حنا بقى غير كده خالص. يعني يا حاج هم اللي متربيين في بلدنا طالعين 10 على 10 في العربي. طب ما في ناس ما تعلموش من أساسه وشغالين في الأرض. أنا مش قصدي كده، بس أنا قصدي الحياة بشكل عام. يعني تفتكر في حد في بلدنا هناك ممكن يقص شعره قصة زي اللي انت كنت عاملها، ولا يلبس بنطلون ساقط من على وسطه؟ في حد يعمل كده؟ استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ترد على التليفون وخلصني. خلاص يا حاج، كنسلته اهو، كنسلته. كايه؟ كنسلته. انت بجيب الكلام ده منين؟ الملف الساعد يا ولد. ما هو ده بقى يا حاج اللي انا عايز اقوله لك. احنا جيل مختلف عنك خالص يا حاج، احنا لينا تفكير تاني وكلام تاني ومتطلعات تانية خالص يا حاج. تفكير ومتطلعات؟ طب ممكن تطلعني على المتطلعات دي؟ ممكن تديني نظرة كده لتفكيرك؟ شايف مستقبلك ازاي؟ قول، سمعني، اطربني. يعني يا حاج، يعني انا نفسي اشتغل شغلانة كويسة يجي لي منها قرشين كويسين قوي، واشوف لي بنت كده اتجوزها تكون كويسة ويكون اهلها ناس كويسين قوي، ويعني نعيش في حتة كويسة ونخلف عيل كويسين قوي. كله كويسة كويسين قوي؟ مفيش سيرة ربنا في الموضوع؟ مفيش ربنا يقدرنا، ربنا يكرمنا، ربنا يسهل لنا؟ مفيش حاجة صعبة قوي تقدر تعديها وتتجاوزها؟ كله كده؟ استغفر الله العظيم يا رب. عرفت بقى اللي انا بقولك عليه؟ خسارة، جيل تافه، جيل ملوش اي طعم ولا اي معنى. رد رد يا اخويا على التليفون، رد. ما الحكومة عملت لكم موبايلات كويسة عشان تبعدوا عنها قوي وتضيعوا وقتكم في كلام فارغ قوي، وهي تلم من وراكم فلوس كتير قوي قوي. روم قوم هات من وشي، قوم ريح جنب امك عشان تنام نومة كويسة قوي. قوم، ربنا يهديك يا شوقي يا ابن زينب. استغفر الله العظيم يا رب. قولي نعمل ايه يا سعد يا اختي؟ اجلي الدخول. هما هيذبحوكي يعني ولا كانوا هيذبحوكي؟ انا اتفقت قدام الاستاذ تمام والجمعيه دي، محدش كان عارف عنها اي حاجه. اسمعي، انا عندي حتتين مواعين ما تبلوش، وديهم لمبيض النحاس هيخليهم قشط وهم يسدوا. يا لهوي، انا كمان هاخد نحاسك يا سعديه. يا وليه وانا بحتاج ايه؟ ده هما الحلتين وكام طبق. ما انت عارفه مفيش غير انا والراجل. عادل ابنك اخباره ايه؟ بليش سكت. طب بس الله، في ايه؟ وانا كل ما اسالك عنه تعيطي. اختي انا مش عارفه اجيب الاسود دي كلها منين. هي الغربة بتعلم الناس الأسوأ كده. 10 سنين من يوم ما سافر ما بعتليش إلا جوابين 20 جنيه استربيني من بتوعه، عملوا ساعتها 200 جنيه. يا لهوي، 200 جنيه بس؟ انتي ربنا ما يحوج الشمال لليمين. يا أختي، ربنا ما يحوج حد لعياله أبدا. أمين أمين. مش حوجة فلوس بالأمانة، ما هي فلوس، حوجة إن أشوفه بس. يا أختي الواد وحشني قوي. النبي عارفه، بس بقى استغفر الله العظيم. القصد اجيب لك النحاس بكره. اعمل ايه؟ انطار القطن ب 500 جنيه. شوف انت، مرتبتين ومخدتين كبار ومخده صغيره، هياخدوا قد ايه دول؟ عم بيبكي وعم بيضحك. ربك هيعدل. قولي يا رب، قولي يا رب يا رب. انت جيت يا ماهر؟ مين بدري؟ وما نبهتش عليا ليه؟ ما انت عارف انا فين. انا كنت جاهز اي لقمه والسلام. ما تنساش لما تروح البلد
تبقى تجيب لنا حتتين جبنه قديمه هم بينفعوا. انا صفيه عامله ايه في موضوع الجمعيه؟ اسكت يا ماهر، ده باينها مش هتطول ابيض ولا اسود ولا هتطول مليم احمر. الواد سعيد ده بحر عويص. اه صفيه دي غلبانه، ربت البنت بطلوع الروح وهي مش عارفه اتجوزها. انا قلت ادي لها حتتين نحاس وهم ينفعوا. ايوه ايوه، افضل انت فارغه يمين وشمال وفي الاخر ما تلاقيش حد يديكي حتى عيالي. هو الواد عادل ما كلمكش؟ بقى يخاف يكلمني لاطلب منه فلوس. لا واد ولا بنت نفرونا، نزيهم يا سعديه نزيهم. انت محتاجه حاجه؟ لا يا اخويا نشكر الرب، يعني هنموت من الجوع؟ ما سمعناش ان حد مات من الجوع. وحتى لو هموت من الجوع عمري ما هطلبها بلساني، وهي مره وانا عادي تعود وانت السبب. اسكت يا ماهر، اللي انا قلبي بيوجعني كل ما بفتكر الحكايه دي. يجوا يتفرجوا على ام محمد بيض، ده ابنها بيبعت لها كل شهر شيء وشويات، اشترت حته ارض وبنت بيت في فصل يرد الروح. بص يا سعديه، انا لا عايز ابني ولا عايز اشتري، انا عايز اجد بيت عمري مستور. امين يا اخويا امين. اتفضل يا عم كامل، اتفضل. تشكر يا حبيبي. نقعد يا عم كامل دقيقة واحدة بس، معلش. خد راحتك. أما ياما جتك خيبة، خطتني يا واد. بقول لك إيه يا عم كامل، بره استوري نفسك. أنت وأنا إيه؟ شايفني لابسة شفتشي؟ تعالى يا كامل، خش يا واد. يا ساتر. السلام عليكم، ازيك يا حاجة؟ اهلا، ازيك يا حبيبي؟ كبرت يا واد. ازيك وازاي ابوك؟ ابويا ابويا ايه، تعيش انت من زمان؟ قطيعة، طول عمره بنموت. اقعد يا اخويا اقعد، تشرب ايه؟ لا مش هقدر يا ست كل، طول عمرك ست كرم. اصل سايب الدكان لوحدها. يلا يا ابني اتصرف، شوف فيشة وراكب اللمبة. اقعد انت واقف تتفرج يا واد، اجري اعمل شاي بسرعة، ولع بابور الجاز، انا بخاف من الانبوبة دي الزفتة دي. ودلوقتي بواقير مش لاقي فيشه، هتلاقي عندك كره طبليه. يا ويلي يا ستي، قطيعه تقطع الصور ولا عايزه تصور؟ حلوة قوي قوي المصطبة اللي انتوا عاملينها دي. يلا يا حبيبي اتكل على الله، زق عجلك. يلا مالكم تنحن كده ليه؟ الله، يلا افتح يا ابني. اتفضل. شفت يا سيدي الاشكال دي بقى؟ ها لو انت بقى اللي بتفتح لوحدك، كنت عملت معاهم ايه دول؟ كنت هعمل ايه بس يا بابا؟ كنت هعمل زي ما حضرتك عملت بالظبط. اهو ده بقى اللي انا مش عايزه، مش عايزك انا تتصدر للحاجات دي يا اخي. يا بابا انا مش عيل صغير، وبعدين يعني ما تخافش عليا للدرجه دي. يا تامر لما كنتش اخاف عليكم امال اخاف على مين؟ يا ابني انت مش خلاص وصلتني؟ ما تروح كليتك بقى، خد اتكل على الله. مش عايز حاجه؟ لا سلامتك، لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم. عليه الصلاه والسلام. يا اخويا خليك في حالك، عايز ايه؟ ما تخلصوش بقى. افندم. نعم. احلى صباح الفل على عيونك يا صيدله، عايزين ثلاث سرنجات الله يسترك 3 سم. اتفضل يا سيدي. وعايزين بقى انبول طلق الله يخليك. انا مش قادر افهم والله، بتعملوا ايه بانبول الطلق ده كل يوم؟ امي بتولد يا دكتور. امك بقى لها سنه بتطلق؟ يا ساتر. عطيه والله العظيم يا دكتور، عطيه من عند ربنا. انت هتلحنها لي يا اخويا، هات فلوس، هات فلوس. اتفضل يا دكتور. هات يا حبيبي. اهلا اهلا نهوتي. ايه الاشكال دي؟ ده
ناس غلابة. الله يكون في عونك يا اخويا، انا ما استحملش الحاجات دي. ما قلتليش بقى، انت قلتلي عايزة ايه؟ ايه يا عطية؟ انت بقيت صعب خالص يا راجل انت. انت مش قلتلي تعدي عليا بعد ما تنزلي علشان تاخدي فلوس؟ نسيت. كام؟ 2000 جنيه. يا لهوي يما، مش كتير كده؟ كتير ايه يا عطية؟ قست العربية يا اخويا وعدنا اول الشهر، مش كده يا عطية؟ لا حاضر حاضر. ما انا ما كنتش اعرف ان الشهر بيجري كده. لا بيجري. قلت لي كام يا حبيبتي؟ 2000 جنيه يا راجل. مالك؟ حاضر حاضر، ما قلناش حاجة، عينيا الاثنين اهم 2000 جنيه. انا عايز اعرف انت بتسيب فلوسك هنا في الدرج ليه؟ دماغي مقلوبة يا حبيبتي، وكمان بخاف اشيل فلوس وانا راجع بالليل بعد ما اقفل، حد من ولاد الايه يثبتني. على رأيك. طب شوف لي بقى 1000 جنيه زيادة عشان نازلة السوق بعد ما ادفع القسط. لازم يا روح السوق النهاردة؟ لازم يا حبيبي، اصلي هشتري حاجة مهمة قوي. لا ده مهم بقى، يبقى ما منهاش. اتفضلي يا حبيبتي، تأمريني. هتتأخر النهاردة؟ وحشتك يا جميل، مش كده؟ لا هقفل واجي وراك على طول. ما تتأخرش عشان عايزك في موضوع مهم. مهم قوي؟ لا ده مهم، يبقى خلاص. اتفضل يا فندم. ايه ده يا ابني؟ طلب نقل من اسمه يا فندم. انت مش لسه جاي الاسم من شهرين؟ لحقت؟ يا فندم انا في اول مأمورية قتلت واحد عن طريق الخطأ، وبعدين ايه؟ الاسم عتبت وحش عليك؟ يلا روح على شغلك، بلاش كلام فاضي. تحت امرك يا فندم. اسمع. أمر يا فندم. خد أجازة أسبوع. ألف شكر يا فندم. اشربي يا زينب يا أختي. تسلمي إيديكي يا أختي. ماشي يا حبيبتي. إلا قولي لي بقى، منى عاملة إيه دلوقتي؟ أهو زي ما أنت شايفة، طول النهار نايمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب خدي. خدي يا حبيبتي، خدي دول تاني. ما انت بعتي لي قبل كده كتير يا حبيبتي. خير ربنا كتير، واولاد الحلال كتير. خدي واستهدي بالله كده بقى، امسكي يا خطي. الا قولي لي بقى يا وليه، انت ما بتصليش ليه؟ الا عمري ما شفتك ركعتيها. والنبي يا اختي انا كنت بصلي، ما اعرفش ايه اللي جرالي. هو انت لسه صغيره، انت كبرتي بقى. الدنيا يا اختي ما حدش قاعد فيها، ومتفاته. ادعي لي ادعي لي يا زينب يا اختي، بدل بنتي يا اختي. ربنا يهديكي ويهديها قادر يا كريم يا رب. بس صلي يا حبيبتي. هصلي هصلي. طب يلا قوم، انا بقى احسن. استاذ تمام زمانه قلقان عليا. ليه لسه بدري؟ انت ما شربتيش شاي. معلش يا اختي، اشربيه انت ومنى. يلا برضو كده بدري من عمرك. يلا سلام عليكي. تسلم خطويكي. الله يخليك يا زينب يا اختي، اسم الله عليكي. سلام عليكم يا اختي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يهديك يا اختي. عليكي مجبوره الخاطر يا رب. ما تصليش. هصلي باذن الله يا حبيبتي. انت صحيتي يا منى؟ هتفضلي تاخدي فلوس من الناس لحد امتى؟ يعني عايزاني اعمل ايه يا حبيبتي؟ انت هتشحتي علينا؟ لا هتكلف منين انت واخواتك؟ فاهميني يا اختي. خلاص هنزل الشغل من بكره. يا ريت يا حبيبتي يا ريت. هو انا مبسوطه بمادد ايدي للناس؟ الله يرحمك يا زيزو، ما عرفناش امتى غير الايام دي. وبعدين انا ما بشحتش ولا اخد حاجه من حد. الست كتر الف خير، حاسه بظروفنا. لو حد تاني اداكي اي حاجه قولي له بنتي منى بتشتغل. مالك يا حبيبي؟ هو انت يعني كنت قصد تموته؟ ابدا والله يا ابني، الظاهر القلب ضعيف، ماليش في الشغلانه دي. يا حبيبي ما تقولش كده، ده انت قدها وقدوه، ده نصيبك. بقول لك ايه، ما تقوم تاكلك لقمه. ماليش نفس. لا حول يا رب. راجل غبي ضيع نفسه وضيع عياله، ماشيل المسدس صوت. يا ريته ضربني المسدس حقيقي، كان ضميري ارتاح. وانت تعرف منين يا حبيبي ان مش مسدس حقيقي وفيه رصاص؟ استهدى بالله كده وقوم كل لك لقمه علشان تسلك طوله. قلت لك ماليش نفس ومش عايز حد يدخل عليا. ربنا يهديك يا ربنا يهديك يا دنا. يا واد القشره تخينه كده يا حاجه، مش معقول كده، غمضت عينيكي. وانا اعمل ايه في النور اللي هيعميني ده؟ والنبي انت ما انت فاهم حاجه، ابوك احسن منك
عمره لا قال لي فتحي ولا غمضي. يا حاجة ابويا مات وشبع موت، قلت لك الحكاية دي مليون مرة. يا اما خلصي بقى، انا عندي شغل. ما تروح يا واد شغلك، انت يعني عامل ايه؟ زي ايه ليتك؟ يعني سيب الراجل لوحده يعني؟ بص يا حبيبي، هي ثانية واحدة، أنا عايز الحاجة بس ما تغمضش، ركزي معايا. أهو استنى. هوب ايوه ابتسمي ابتسمي، ايوه حلوه، ايوه جميل جميل، واحد اتنين تلاته، حلو كده. اشهد ان لا اله الا الله. بتشهد يا روح امك؟ طب اطلع بره يا واطي، اطلع بره، لا اقوم لك اكسره. امشي طلع الواد ده بره. ما خلاص امشي ياما، خلاص بقى ياما. تصدق وتؤمن بالله بقى ان انا كنت محضره له جنيه، لكن لا، حر ونار في كلتتك. انت برضو ست طيبه وكمل يا ست الكل، اديله برضو جنيه. ابوك فين؟ الراجل ده ابو مات، وربنا الراجل ده ابو مات، ده شبع موت. نبي ما انتوا فاهمين حاجه. تعالى خد خد، اما اقول لك خد اوام. اخد ايه؟ تعالى بص، 5 جنيه. 5 جنيه؟ اه استنى بس، اهم اهم خد يا حبيبي، دول علشان الصور. 5 بس؟ ايوه يا اخويا، ده كتير ما تتريقش. وده الجنيه اهو دي للواد، معلش اللي ما ترباش ولا لقاش حد يلمه. حاضر ياما حاضر. طيب. انا نازل، عاوزه حاجه؟ ايوه تفوت لي على الواد جابر بتاع السلك. قول له يجي يوصل لي السلك، علشان سامعه كده ان في محطه بتجيب احاديث وبتجيب قران. حاضر ياما، بكره يكون عندك ان شاء الله. عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار وواحده صغيره، والقطن يكون سكيرته. مش اي قط. فين القط؟ انا حموت على حته منه. يلا فضلت عمري ليك. مساء الفل يا عم سيد. قشطة عجينة. سعاد خد دول، ها؟ على الفرن جري. ناس كتير ولا هتبيتوني هنا؟ كتير ولا قليل؟ مش شغلك. مالك يا قلق؟ مفيش يا عم سيد، راسي ورمت وبقبقت. خلي امك تاكلك يا حلو. تاكل مين؟ ده انا اللي باكلها. ما تمشي يلا بطل لماضي. الله، يلا يا اخويا روح. ماشي في سكت اهو. ما يباشش على امه، عيل واطي. حاجه بقت باشا، انا طالعه الصبح انشر يامه. عايزه حاجه؟ ما تاخريش يا بنت، فوق. يلا راحه فين يا بنت؟ وانت مالك انت في الراحه والجاي؟ الراحه فين؟ ايه لما تفوق من اللي انت فيه الاول بقول لي راحه فين وجايه منين. اتعد لي يا بنت في الكلام بدل ما اخرم عينك. خش يا حيله على التكيه نام، لا منك ولا كفايه شرك. مش عايز حد يصحيني. مش هنصحيك يا بلطجي، نام يا حيله. سيبك مني. بقول لك ايه، يعني اخويا رحت المكتب وقلت عدوني، بحس ولا خبر. خلاص كله تمام التمام، كل حاجه خلصت. امتى بس يا سيد؟ التأشيرة جت والنبي صحيح. واي تقول ايه؟ اسكتي ليه؟ صوتك اللي بصوتي ده ايه؟ ده انا حرقص وزقطت واملى الدنيا كلها زغاريد، ويهون عليك يا راجل تسكت لحد دلوقتي وما تقوليش. بصراحه بقى انا مش عارف انت فرحانه على ايه، ده انا مسافر وهسيبك انت والبنت سعاد من غير راجل. راجل ده ايه؟ مراتك بألف راجل، ومحدش يقدر ابدا يدوسنا على اي طرف. قول لي يا اخويا، وناوي على امتى ان شاء الله؟ اكل لها ايام واكون راكب الهوا. بالسلامه يا سيد، وامنتك امانه يا اخويا، ما نجيبش رساله لاي حد خالص، وداري على شمعتك عشان تقيد. نفسنا بقى نشم نفسنا شويه ونسطر البيت. بقول لك ايه؟ القرشين اللي نفيتهم لك اتصرفت فيهم بالعقل، ها؟ حبه حبه، ما تضيعهمش كده اونطه. يعني يا اخويا هجيب لي هدمه جديده ولا هجيب لي هدمه جديده؟ ده يا دوبك الغدا والعشاء، وحتى كمان اذا اتعشينا. بكره ان شاء الله هتفطروا وتتغدوا وتتعشوا حمام كمان، والله هتتنغنغوا. ربنا يخليك لي يا سيد يا رب. بس بقول لك ايه؟ عشان خاطري، الواد المعفن نايم جوه ده، عشان خاطري يا سيد تشوف لي شغلنا والنبي هناك. حاضر حاضر، اول ما اوصل هبعت له باذن الله. ربنا يخليك لي يا سيد، وتروح تجيلي بألف سلامة يا رب. لا تصالح، لا تصالح ولو منحوك الذهب. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. يا جماعة
واضح انكم مش عاوزين تسمعوا شعر النهارده ولا ايه؟ اقول لكم حاجه لسعد الصغير، العنب 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 احمر ودمه خفيف. هو انت يعني يا تقول لا تصالح او تقول العنب 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 ابو دم خفيف؟ جرايا يا طارق. انا خلاص بقت كده يا فاتن، يا شمال يا يمين. عارف مشكلتنا ايه يا طارق؟ ان لما روسيا وقعت وقعنا معاها، وبقى شكلنا وحش قوي، وبقينا تحت اي مسمى وخلاص. عشان نص الشيوعيين كانوا مدعيين والفقر هو اللي بيحركهم. احنا غير روسيا يا جماعه، احنا مفاهيمنا وافكارنا القوميه لسه موجوده، المشروع العربي وحلمنا بالوحده لسه عايش جوانا. عايش مين يا عم طارق؟ انت بس اللي مش عايز تواجه نفسك. قصدك ايه؟ فاكر ايام الجامعه؟ فاكر شكل الشيوعيين؟ 90% منهم فقراء ومتداريين ورا بنطلون جينز واحد وكوفيه مقرحه وشايلين علبه سجاير شوكو وكتابين ثلاثه، خلاص بقينا اصحاب التجار وسياسيين. مش هي دي الحقيقه؟ لا، هي دي الحقيقه. لما روسيا وقعت والشيوعيه بقت بلح، كل واحد قال اشوف نفسي، وانت اول واحد غيرت مهنتك. انا غيرت مهنتي بس ما غيرتش مبادئي، غيرت عشان اكل عيش. مفيش حاجه بتتجزا يا طارق. امل لما قال لا تصالح اثبت التاريخ ان بالصلح خدنا حقنا. وانت شايفه كده ان احنا خدنا حقنا؟ جزء منه. نشوف بقى طريقه تانيه ناخد بقيه حقنا. هي دي السياسه يا طارق، مش لازم يعني نبقى بربر عشان نعرف ناخد حقنا. لا 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 لا، القعده كده قلبت مجبرين. كده عيب قوي يا طارق. لا عيب ولا حاجه. سلام يا بتوع التصالح. خد بالك انت كده بتهرب من مناقشه، ودي مش روح. سيبيه يمكن يهدى. يا ستي فدرسنا اليوم عن كيفيه اصلاح الحياه، الحياه اللي لهيانا، الحياه اللي سرقانا، الحياه اللي واخدانا من الدين ومن العباده، الحياه اللي كل ماده بتبوظ زياده وبتتلخبط زياده وبتتعقد زياده، الحياه اللي ما عادش فيها امان. طب ليه ما عادش فيها امان؟ لانه ما عادش فيها ايمان، واذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. اذكر الله. قل لا اله الا الله من قلبك يا سيدي. يعني ايه جعل الفناء لها قرينا؟ يعني اللي عايش ما عندهوش دين عايش والعياذ بالله في خواء، في فراغ، عايش ميت. سمعوني الصلاة على حضرة المصطفى. لا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله العظيم. إزاي تربي ولادك؟ ما هو أنت المسؤول الأول عن ولادك وعن أهل بيتك، لأن أهل بيتك دول رعية، وأنت إيه؟ أنت إيه؟ الراعي. واحد منكم هيقول لي ما هو برضه يا استاذ تمام العيال مكبوته ما بتخرجش. اقول له هذا قول باطل. واحد تاني يقول لي معلش العيال بيدخلوا النت عشان يشوفوا الدنيا، اللي بيدخل النت بيشوف الرذيله والنميمه وقله الحياه، اللي بيدخل النت بيخرج من الدين. النت يا مسلمين معقل الشياطين. واحد تاني هيقول لي ما يا استاذ تمام البنات عشان يتجوزوا هم لازم يخرجوا عشان العرسان يشوفوهم، او على الاقل يدخلوا النت عشان الواحده فيهم تستلقط عريس يجي ياخدها. اقول له خدك ربنا يا سيدي. استغفر الله العظيم. عريس ايه اللي هيجي ياخدها؟ امال امك وابوك اتجوزوا ازاي؟
وستك وجدك اتجوزوا ازاي؟ ستك وجدك اتعرفوا على بعض في الفيسبوك؟ لا ما جابهاش. كانوا بيعملوا شات؟ ستك وجدك كان بيعملوا شات مع بعضيهم ولا ايه؟ لعنة الله على الفيسبوك وعلى كل اخواته البلتوك والماسنجر وكل بدعة جديدة، ولعنة الله على الشات واللي بيعملوا الشات، ولاد وبنات ورجالة وستات. كبده انت كمان؟ لا يا اختي كبده ما بتحبنيش. اختي انا باين نسيت البوك بتاعك في الفرشه هناك. انت يا وليه بتاكلي تطوره؟ يلا بينا نروح نجيبه بسرعه قبل ما حد يلوم. لا 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 انا روح ايه، روحي انت برضو تروح تشوفي بيتك. روحي لا هاجي معاكي حد يلوم. يا وليه اسمعي كلامي بس، انا كده هجري كده واروح اجيبه واجي. طب هاتي القفص انا ارميهولك في الحوش. طيب يلا يلا سلام. اجري بسرعه الرب حارسك. خشي. قلقتيني عليكي ياما، خالتي سعداء قالت لي انك نسيتي البوك في الجامع. لقيته ساب الباب مفتوح ليه؟ دي البت سعاد كانت قاعده معايا ونسيت تقفله وهي ماشيه. ايه ده ياما اللي في الكيس؟ مالكيش دعوه، شويه خضره. خشي نامي، مش مكفيكي سهر. يلا اديني داخله اهو. صباح على خير. جوز عم يا بيه عبد الباسط والطبلاوي معايا السوديس. جوز عم عبد الباسط والطبلاوي. اجزاء السيرة، اجزاء السيرة، أجزاء السيرة يا بيه. خدي. عايز الأجزاء كلها؟ لا لا دي علشانك، مش 10 ريال. لا يا أخويا أنا بشتغل، حد قال لك إني بشحت؟ خليهم لك. عبد الباسط والطبلاوي. مالك لو يا بوزك ليه؟ مخنوقة يا أما، بقالي ساعتين وما بعتش غير شريط واحد. خدي اديني والنبي شرايط المزيكا. خدي ربنا يفتح عليك. يلا ابعت ابعت يا رب. واخد اجازه وقاعد في البيت. ده انت جاحد. عايز نعمل ايه يعني؟ اطلع اسكندريه ومين اغسلنا فوخه. صورة الراجل اللي مات ما بتفرقش عينيا. انت بس عشان اول مرة تضرب حد بالنار. وانت بقى اللي ضربت ناس كتير ياما بالنار. يا عم ده تاجر مخدرات، حلال فيه الموت. في رقبته كوم عيال. انسى بقى ابو صلاح، انسى. ازيك يا حاج؟ قول يا اخوي، الاحسن من سهد الموضوع ده وعينه ما شافتش النور. هو بس يغير جو وينزل من البيت وهيبقى تمام. اقعد بس اشرب الشاي بتاعك.
بقول لكم يا اولاد تحبوا اعمل لكم لقمه كده تاكلوها؟ لا متشكرين يا حاجه لسه واكل. شكرا يا ام، سيبينا لوحدنا شويه. طيب يا حبيبي. يشرب شاي. انا عرفت ان الراجل اللي مات ليه بنت كبيره هي اللي بتصرف على العيال. بنت بتسعى بشارات في جامعه الدول وكانت بتطلع مع ابوها في التوزيع. انا شفتها مره في المراقبه بس كانت لابسه شرب على دماغها ما عرفتش شكلها بالظبط. بنت حلوه خلي بالك. وانا مالي حلوه ولا وحشه؟ ابوها مات وخلاها تشيل المسؤوليه. تعال مروق بقى، انت مش وراك كليه؟ ما بتروحش ليه؟ ولا كسل؟ لا اكسل ايه؟ ده مستقبلي ما انت عارف. طب يلا يا عم بقى عشان تعلق الدبوره وتفرحنا. يا رب. النهارده اول الشهر. ايه في حاجة؟ الواد عادل لما كان بيتصل كان بيتصل كل اول شهر، والنهارده اول الشهر. طب اقعدي جنب التليفون بقى لما يحن عليك. حتى لو حن التليفون مش هيرن، ما دفعناش الفاتورة. بكرة هدفعها. كل يوم تقول لي بكرة وما بتدفعهاش. الفلوس بتتفق على الفاضي، لا حد بيرن علينا ولا بيرن على حد. طب خلينا قاعدين بوزنا في بوز بعض كده. وبعدين معاكي بقى يا سعدية، أقول لك قومي روحي لبنتك نادية. أروح أعمل لها إيه؟ قطيعة تقطعها هي وجوزها. مش رجلك. ويمكن يتصل لما يعرف ان التليفون هنا مقطوع. تصدق عندك حق، انا هقوم امشي رجليا واروح لك. بيتني كلب ما عندوش احساس. وادي دجني هي لو اتصل. اجيب لك حاجه تاكلها معايا؟ لا هاتي لنفسك. ماشي انت حر. ازيك يا بشار؟ اهلا ياما. خد يا حبيبي. يا بنت كبرتي وخرات البنات خرتك. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ خدي. يا ماما منوره. حمانتك بتحب تعالي اقعدي كلي. لا يا اختي انا مش جايه اتضايق. انا جايه اتخلى تليفون اخوكي وجايبه اكلي معايا. يا ياما هو انت كل مره تجيبي اكلك معاكي؟ انا حالفه ما اكلش عندك وانت عارفه ليه؟ طب خلاص عشان العيال. ما هي ماما ست بوش واحده، امال ابويا بيقول عليها بوشين ليه؟ انا بوشين انا؟ ده هو اللي ب 100 وش. معلش يا ابني خضيتك وانت ما عندكش ذنب. ده ابوك قال كده يا واد يا كذاب؟ ايوه يا ماما وانت اتخانقتي معاه. طب اتنيل كل وانت ساكت. اجيب لك شويه دقه يا ماما؟ لا يا اختي جيبيها لنفسك. اتصل بقى يا ابني خلينا اغور من هنا. قومي يا بنت انت وهو قوموا. انا ما عملتش حاجه. ابو تسموه بعد ستكم ما تمشي. يلا. لسه محرج عليك الدين انت وعيالك؟ ياما بقى طلعيه من دماغك بقى ياما. مش قادره ادي عليه عشانك وعشان العيال. اقول ايه؟ هنتفها لفوق هتنزل في عبينا، هنتفها لتحت هتنزل في حجرنا. اخوكي. الو. ايوه يا حبيبي. سوري nobody here to answer your call. ايه اصله ده؟ ده واحده ست. توريني كده. الو بتتكلم خواجاتي. الو. سوري اللي سوري سوري ده ليه يا مرات عادل ياما؟ قولي له ابن الكلب الواطي ده ما جاش يكلم امه ليه؟ قولي له ان انا مش عايزه اكلمه ولا عايزه اسمع صوته. الو 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 مالك ياما؟ لا ليا بخت لا في وهاد ولا في بيت. تلاقي عادل مشغول ياما انت عارفاه. دي مكالمه في الشهر وانا داخله على 14 ما سمعتش حسه. الواد خلاص نسيني. ياما ما تقوليش كده، عادل عمره ما هينساكي. هو انا نصيبي كده؟ ابوكي قال انه مش هتصل، انا اللي ما صدقتوش. القصد اما اقوم امشي. ماشي رايحه فين؟ خليكي قاعده معايا والنبي يا عم. سيبيني على راحتي يا بنتي. طب اجي اوصلك؟ لا يا اختي خليكي قاعده مع عيالك. بكره اكبروا وتشحتي الساعه اللي هتقعديها معايا. ما تحفوش في الاكل. حاضر. خلينا اصرف كده ببيت طويل عريض ومخلف تحت لا بيصد ولا بيرد. يابا انت هتطفحني اللقمه اللي باكلها ليه؟ شوف الواد بيرد عليا ازاي. ما انت قليل الحياه، ما بتحسش انت ومراتك فاتحين بقك وعمالين تحس في الاكل. قومي يا وليه قومي، ده هيقتتني على بجنيه فول. مالكش حق يا راجل، تعالى يا بلال كمل عشا. شوف الواد بيصد الباب ازاي، ما هو مش حاسس بحقه. ولا يهمك يا اخويا. حلوه بجد.
اقعد كلك لقمة. هما خلاص هيورثوني بالحياة. هو حد يا اخويا بعد الشهر بعد عمر طويل حد يقدر يقعد في الشقة دي غيري انا وابنك اخر العنقود ده؟ وعاوز مني ايه؟ مفيش يوم يعدى لما يحرق دمي كده. خلاص بقى يا بلال مهما كان ده ابوك برضه. هو على الاقل عد يعرف يتصرف. بتنيب الواد بقى لحسن الواد ده عكر مزاجه. ما هو عارف انها ملطشه معايا بيذلني عشان لقمه بيطفحاني. امال لو زي الناس اللي سايبه لاولادها بيوت وفلوس كان عمل فينا ايه؟ هي ام وائل اللي قاعده جنبه دي هي اللي مقويها عليك. ده انا لسه الصبح سايب له 50 جنيه لحق ينساها بالليل. طب اعمل ايه؟ اعمل زي مراته من كده مني ومفروسه عشان ما بكلمهاش. خلاص بقى يا بلال اقعد كلك لقمه عشان خاطري وصلي على النبي كده. عليه الصلاة والسلام. معلش يا ريت انا مخنوق وماليش نفس وعايز اخرج. ومال اخرج يا اخويا اخرج. خد امسك يا خد امسك يا امسك عادل يا قادر اهو قادر يا معلمي اظبط نفسك. السلام عليكم. الله انت مش قلت انا مروح انام؟ وانا اعرف انام طول ما مرات ابويا في البيت. ما طبعا انا صاحبك جالك الشغل ده هيتحرق في الفرن باذن الله. يا عم انا ماشي ده مفيش حد في الحاره طايقني. خد يالك. ليه كده بس يابا ده ابوه لسه طرده. بتضحك معاك شويه اعتبرني زي ابوك. خلاص يا حاج سيد مش زعلان. خد يالا. هات. بقول لك ايه؟ روح وراه لحد الفرنه لحسن الشغل يتحرق زي امبارح. فاهم ولا مش فاهم؟ ماشي يابا. يلا يلا ماشي. الله دول يا جماعه دول. ابعد عني بسرعه. في ايه بس؟ اخويا صلاح في الكليه. يلا ابعد. اخواني احنا اطباء العلاج الطبيعي مهما حاولوا يفادوا علينا وصاياهم. يا جماعه اللي خايف او مش مقتنع بنحاول يروح. راح فين؟ هات هات يا عم شايل الشغل ده كله لوحدك؟ امال حفظ فين؟ عامل فيها اخوك وذكر عجينه يا كيمو. خد اخويا خلص الشغل ده. حاضر يا كيمو. بسرعه النبي عجينه. حاضر يا كيمو. ما تقعد ايه؟ هجيب لك حاجه ساعه؟ لا ساعه ولا سخنه يا اخويا. بيت عني شويه. انت مالك لازق فيها كده ليه؟ الناس واخده بالها. ريت امتى بقى نقعد انت في حته لوحدنا كده ما حدش يبص علينا؟ لما تكون نفسك يا اخويا وتشتري شقه. ما انا قلت لك كذا مره قبل كده تعالى نتلم انا وانت في بيت ابويا وانت ده ما فضيتيش. تغرزني في الحاره تانية يا كريم؟ انا خلاص زهقت عايزه اغور من هنا. ما الحب حب يا بنت. الحب مليان تضحيه. شبعت يا اخويا تضحيه. انا خلاص زهقت عايزه اشم ريحه نظيفه. كرهت ريحه الفرن والبوريك وريحه الحاره. يا بنت يا بنت حته صغيره هات لمنا. اسمع كلامي بقى ما تتبطريش على النعمه. يا بنت بقى ابعد شويه. متفكي بقى يا علينا. معلش يا كيمو بقى شويه كده وانا هودي لك الشغل لحد البيت قبل. ماشي حاضر. معلش يا كيمو. ده حتى عجينه مش لاقي شوفنا مع بعض. تقول لي عش صغير؟ خليك انت يا اخويا في العش صغير لحد ما تموت. سلام سلام. يا صلاح احنا بندافع عن حقوق. حقوق ايه؟ فاهميني. انا دخلت كليه العلاج الطبيعي وحلم عمري ان انا اكون دكتوره. وان شاء الله هتبقى دكتوره. مين قال غير كده؟ لا في ناس عايزه تسحب التخصص مننا وتديه لقسم الطب الطبيعي. نزل يا ابني. شكرا. انت وانت شايف الحل بقى اللي انت ترمي كل يوم في الارض واللي انا اجري الم من الاقسام؟
تخافش عليا يا صبري. أنا مش خايف عليك، أنا خايف على نفسي وعلى أمك زي ما قلت لك، لو حصل لها حاجة وربنا ما هسامحك. قومي قومي روحي يلا قومي، وحس كعينك أشوفك في المظاهرات. قومي. شاي تاني يا بلال؟ لا ده انا بشربه دلع كده يعني. الظبط الظبط منك له ذاكر ذاكر. في ايه ياما في ايه؟ العيال بتنام على راحه وهي بتذاكر. ما هو من كتر جريهم في الحاره طول اليوم. هم دول بتوع مذاكره ومدارس، دول مش رافقين في اي حاجه. قوم يا واد قوم منك له يلا اتخمدوا. ما عرفتش حاجه يا بلال؟ مكتمين على الخبر. طب بقول لك ايه، ما فيش حد كده نديله قشين واعرف لنا مين كان يوميها موجود في الكمين؟ يا خبر بفلوس بكره يرخص وهعرفه يعني هعرفه. ما خلاص يا بنتي بقى كفاياكي بقى. ما هو سهل عليك انت يا اما سهل. مين قال انه سهل؟ بس هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. تصبحوا على خير بقى. ما انت قاعد. معلش عشان عندي مصلحه بكره. تصبحوا على خير. بقول لك ايه؟ مش هوصيك لو شميت اي خبر. قول يا رب. يا رب. ربنا معاك. يا رب. فتحي ملك يا اخويا، ملك يا اخويا، فيك ايه؟ قوم تعبان يا سناء، مش قادر اروح. يا لهوي ده الواد لما جه قال لي عم فتحي تعبان قلبي وقع في رجلي، قمت جيت لك جري. طب قوم قوم اتسند عليا، مش هتحس بحاجه. مش قادر يا سناء، سكاكين بتقطع في ضهري. لا حول الله يا رب. انا على فكره موصيه الدكتور عطيه اول ما يجي له الدواء ده يبعت لنا شريط منه على طول. ايه بتاع الدكتور عطيه وسنين الدكتور عطيه؟ البرشام بيتباع في الروشته ب 10 جنيه وبيبيعوا للمدمنين ب 40 جنيه، هيدهولي. الله يقطع المدمنين وسنينهم. انا عارفه بس الحكومه سايباهم ليه؟ سايباه وسايبه امثاله. ما الدنيا عايصه والغلبان بيموت. معلش معلش. قوم يا فتحي قوم، بس استحمل قوم اتسند عليا. عفاية واحدة بس هتريحني، أنا ما نمتش من امبارح يا سناء. يلا يلا يا فتحي. معلش يا أخويا تسند عليا. يا رب. قفلنا يالا، زق عجلك بدل ما اخرج 13. السلام عليكم، انا تمام يا دكتور عطيه. اهلا 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 اهلا. حسب المؤاخذه بقول انا ما خدتش بالي والله. اهلا وسهلا. اتفضل يا مولانا. اتفضل. اتفضلك يا اخويا، انا لقيتك صليت العشاء ومشيت على طول، قلقت قلت انا اطمن لا اكون في حاجه. لا ابدا سلامتك يا سلام، انا كان عندي بس شويه جرد. ربنا يعينك، ما هو جرد الصيف اشد من برد الشتاء. حلوه. اتفضل يا مولانا. اتفضل. الله يبارك لك يا دكتور عطيه. الحقيقه يا دكتور انا قلت بالمره اسالك في موضوع شاغلني كده شويه. خير؟ لا خير ان شاء الله. انا سمعت عن برشام طلع في المقدر جديد موجود في السوق اليومين دول وشباب كتير بياخده، اسمه ترامو طلاوة. عاوز شريط ولا علبه؟ لا 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 عاوز ايه يا دكتور عطيه؟ انا عاوز اعرف هو البرشام ده بيعمل ايه بالظبط؟ ده مسكن بس سحر. طب لو هو مسكن وبس ليه نزل جدول واتمنع؟ اصل بعد عنك العيال الصيع بياخدوه يعملوا بيه دماغ، بس انا قطعه بقى من عندي. تشرب شاي ولا قهوه؟ لا لا كتر الف خيرك، العيال حاطين العشاء. طب حاجه ساعه؟ لا والله مش عايز حاجه خالص، انا عايز بس افهم البرشام ده ايه تاثيره؟ فيه ادمان؟ الله، اي حاجه كترتها تعمل ادمان حتى الشاي. لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب، يعني هي الناس ناقصة؟ دي الناس ما بقتش دريانة. ده بعيد عندك يهرج جد كمان. يا ساتر يا رب، ربنا ينجينا. طيب أتكل على الله أنا بقى. أظن بقى ده يعني موضوع خطبة الجمعة الجاية، مش كده ولا إيه؟ يعني ربنا يسهل إن شاء الله. أكيد، خلي الناس تتوعى. ما بلاش.
بلاش للعيال الصيع دول يحطوك في دماغهم يلا السلامة يعني ولا حاجة كده ما انت عارف. لا لا ما تخافش انا مش هجيب سيرتهم. طمن يا دكتور عطية انا فاهم كل حاجة اطمن. طب اقعد خد الشاي بقى. دي اللي جالك هنا عاوزاك. انت هتستعبطي ولا ايه؟ شاف لي 50 جنيه. انت جاي تقلبيني ولا ايه؟ خلاص مش عايزه. ما جالي يا بت انت عارف بس مستهبل جاي اشوفك يعني فيها حاجه. دي انت ايه ما بتزهقيش؟ تعالى توصل لنفسي كده. سيكي سيكي ادي 20 جنيه. ايه يلا روحي بقى روحي ولمي نفسك. احبك يا شوي لما تقولي لمي نفسك. حاضر هروح. هترجع امتى؟ انت مالك انت مالك ارجع امتى؟ انت مجنونه يا بنت. امشي امشي روحي يلا. ماشي خلي بالك من نفسك. مش هخلي بالي انا هولع في نفسي هموت في نفسي هنا. يلا بنت بقى يلا امشي ما تخنقنيش. بعد الشر عليك يا بنت. امشي امشي يلا امشي روحي يلا امشي. سلام يا رخي. يلا يا رجاله تاني. معلش انا بس كان يلا 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 ازيك يا عم بركه؟ يا جمال ابوك فين امال؟ لسه في الورشه. يبقى سلم لي عليه. حاضر يلا قول له اولع لك النور اهو اداك السين. عصابة عصابة يا ولد. يا دي يا بيتا مالك مضلم الدنيا كده ليه؟ يلا بالراحة الدنيا ملبشة اهو. ليه؟ ايه؟ هو لسه نازل قدامي على الباب بيشوخ فيا عشان القرف اللي مرمي على الأرض ده. ومين دول عصابة؟ اللي هو جمال بيصفر الواد بيتا والتاني بيولع له النور عشان يدخل له. يلا سيبك منهم العيال دي شمال. شمال ولا يمين؟ احنا مالنا؟ جبت حجرين خبطتهم من جيب ابويا. يعني ايه ابوك بيغيب من بلبل؟ وبلبل ده حشيشته كلها مضروبه برشام. برشام برشام احنا مش لاقيين راكب فيها يابا. رخم ومدلدل هات. امسك. ايه ده؟ دي البنت سميره جيبها؟ يعني ايه بقول لك ابويا مراقبني يعني ايه؟ طب خلاص هصرفها. الو يا سوسو معلش الدنيا اصلها معتمه اليومين دول. هكلمك انا حته. سلام على مهلك. بقول لك ايه؟ غير ماتش؟ تعالى للشيفشينك. خش على ميسي ده عمره ما يتنسي. يلا. طب ما تشرب الشاي. اشرب. طب انا هجيب النهارده الكمبيوتر. ما تجيب حد عايشك؟ تطلع بكام الكمبيوتر ده؟ قصته مريح قوي. هاتوا على الاقل يريحك من الفلوس اللي بترميها كلهم في النت. هاتوا ايه العلا؟ هجيب لك الارض. عصابه. استلم يا باشا. مالها دي؟ مصنفات. وده اللي حاصل. دي شويه شباب بستلزق بيه. وبعدين خلاص جت عليا انا ده انا بجري على تاني. بس يا بت صلاح. يا باشا شوف لك سفر في المحضر ده وانا داخل الحمام. ماشي ماشي يا باشا. خلاص انت يوسف روح وانا خلاص المحضر. ماشي. اسمك ايه؟ منى عباس احمد. منى ايه؟ عباس احمد. معاك خطاب؟ ضايع بس معايا صورتها. البدل انت مفتحه كده يعني وشغاله في الشرايط المضروبه ما لقيتيش غير المهندسين تروح تسرح فيها؟ ما تروحي اي منطقه شعبيه عشان محدش يشوفك. شعبيه مين يا باشا بس؟ مين هيدفع لي 10 جنيه في الشريط في المنطقه الشعبيه؟ ما هو لا مؤاخذه ما بيدفعوش غير في المهندسين او الزمالك. شكلك كده مش وش بهدله. هعمل لك محضر اساعدك فيه. اقعدي.
تسلم يا باشا. هكتب لك محضر وان شاء الله رئيس المباحث يمشيكي من هنا، ما تروحيش النيابه. تسلم. قلت لي اسمك ايه؟ منى. منى ايه؟ منى عباس احمد. احمد قبل شتاء بقول لك عبد الله بالليل على 11 كده في نقله رد صحصح معايا بره ولا جوه؟ بص هم دافعين للحي حق نقلة وهم خمس نقلات. ايوه كده حركنا خليها تفك. عايزك بقى ما تجيبش عمال معاك. مين اللي يرفع الرد؟ انا هبعت لك عيلين من عندي تدي لي النفر فيهم 20 جنيه في النقلة. 20 جنيه؟ كتير. حلو ما تطمعش. امتى بقى نطلع من عربية الزبالة دي ونشوف لنا حتة عربية أجرة كده ندلعها وتدلعنا؟ هيحصل حلاوة بس أنت ركز معايا، الحي ده ياما طلع ناس للسما. ياما خد ناس على المجاري وعلى قدي. مين؟ حكومة صباح. ألو؟ ها صبوحة. هي يا عبد الله الحن أمي تعبانة أوي. معرفش أنا مالها الكلب هيخلص. أنا بيجيني في ألو؟ ألو؟ خلص. يا رب. استحملي ياما. مش قادرة يا بنت. رح بتروحي يا بنت. حد الشر ياما عني. أمي ياما البسي. مش قادرة. أمي البسي يا عبد الله جاي هيودينا المستشفى. مش قادرة اتحرك يا بنتي. امي ياما اسم الله عليكي. الحقيني يا بنت. اللي جرالك بس ما انت كنتي كويسة. مش عارفة يا اختي. تعالي ياما. مش قادرة اقف يا بنت. الحقيني يا بنت اسنديني. ان شاء الله خير ياما ان شاء الله خير. دكتور قال لي كده تعبان. ما صدقتوش. امي ياما اسندي على مين يا بنت؟ اسندي عليا ياما. اعمل لك حاجة تاكليها؟ مش نفسي. امي ياما. يا لهوي. طب البسي ياما. البسي. الحقيقة. البسي ياما. ايه ده يا بنت؟ في الشبشب الاسود. اتقطع مني ياما وانا داخلة بالحمام. ولا بيتدخل بالحمام. هتوديني المستشفى بشبشب احمر يا بنت. معلش ياما. امري لله. استني. اسند عليا. احمر يلا يا بنت. البسي ياما. امري لله. يلا ياما. لا قولي لي يا اختي عامل معاكي ايه؟ بيديكي مصروف؟ هي 10 جنيه يتيم وعايز يجي يلاقي المحمر والمشمر والطبيخ. قال يعني ما هوش عارف انها ما بتكفيش حاجه. طب وانت بتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ اهو يوم فول بقوطه، يوم فول نابت، يوم عدس، يوم بصاره. اطبخي يا جاريه منين يا سيدي؟ والواد جمال عامل معاكي ايه؟ اهو عيل هعمل له ايه؟ بس عينه تتدب فيها رصاصة في الراحة وفي الجاي. هعمل ايه يا سناء؟ هروح فين؟ بس يا بس ايه ده؟ انت خلاص قلعت الاسود يا ست سامية؟ لا لا يا اخويا انا بس كنت بغسل هقوم اغير اهو. حاضر. ازيك يا سناء؟ نحمده. ايه؟ توك ما افتكرت يا اختي؟ ساعة ابوك الله يرحمه يعني محدش شاف وشك. الدنيا تلاهي يا سعيد. وبعدين على الاقل انا بروح للتربه. اخس عليكي يا سناء، ليه ما بتقوليش نيجي معاك؟ يا اختي اللي عايز يروح ما بيستناش حد. استنى يا سعيد عايزاك. خير، اتفضلي اتكلمي، مفيش حد غريب. عايزين نشوف محامي ونعمل اعلان وراثه ولا هنفضل نستنى كده كتير؟ اسمع كلامك يا صدقك، اشوف امورك استعجل. منين يا اختي بتروحي له التورب ومنين انت حنينه قوي عليه وبتتكلمي في الميراث وابوك لسه الاربعين بتاعه ما عداش؟ الحزن في القلب وربنا عالم بالقلوب، لكن كمان على راي المثل ان كنت اخوات اتحاسبوا. الحساب يوم الحساب يا اختي، انا مش هفتح بقي بكلمه الا بعد الاربعين حسب وصيه ابويا الله يرحمه. لهو كان ابوك قال لك استنى الاربعين؟ قال لي روحي ساليه. ماشي يا سيد نستنى الاربعين. اهو مش بعيد ولا انت مش واخد بالك؟ لا يا اختي واخد بالي وحاسبها بالدقيقه والساعه والثانيه. اسم الله عليك.
فوتوكو بعافيه. الله يعافيكي. اختي اتغدي معانا يا سناء. يا اختي ما طلعتش من بوقي صاحب البيت. عزمك في بيت ابوكي؟ انت اللي قلبك كله سواد. ربنا عالم ما في القلوب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختي. مع السلامه يا سناء. استغفر الله العظيم يا رب. مساء الخير يا اما. اسمها سلام عليكم يا اخوي. انت شايفني لابسه برنيطه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حجه. يا سلام التاريه يا اخويا التاريه. صفيه عامله ايه؟ بعيد عنك يا اما، الكلى بتاعتها مفشفشه. معلش يا اخويا عندها وحده تانيه، بس انت قول لها تبطل اكل السوق. عملت ايه يا واد؟ ابطلي المعاش؟ وكان معايا ما اعرفش راح فين. لا ده انت نهارك يبقى اسود. على اسود يا رب. اهم اتفضل يا اما. ايوه اتفضل. اسمع، لو جرى له حاجه تاني البنطلون مش همدي ايدي عليه. ايه ده يا واد؟ دول ناقصين 20 جنيه. ما انا جبت شويه عصير وانا عند مصباح في المستشفى. طب وانا مالي؟ مش نسايبك؟ ادفع انت. لما اقبض هديهم لك. مفيش مرة يا واد تقبض لي المعاش وتجيبه سليم ابدا، لازم تعفرته. يما دول 20 جنيه يا امي. 20 جنيه يا امي؟ طب يا اخويا ما دفعتهمش انت ليه؟ لازم تفنجر على حسابي. يا رب. هتدعي عليا يا واد. انا بقول يا رب، ما اقولش يا رب. ال 20 جنيه دول يكونوا عندي بكره. هيكونوا عندك بكره وفوقيهم بوسه. بوسه؟ لا انا كنت فاكراك هتقول لي فوقيهم 20 جنيه زيهم. انما اعمل ايه؟ كلمة الحق تقف في الزور. وادي البنطلون. سيبيني انام شوية بقى الله يكرمك. انام انام. هات الراديو ده يا واد. لا هات الراديو. اتفضلي الراديو. على مهلك. يا مولاي. ايه يا اما في ايه يا اما؟ جدع. ده مفيش. مادام مفيش بتحوم ليه حوالين المنطقه؟ قلت لك مفيش حاجه يا خفيف. انت عبيط يالا، ما تنطع انت منين؟ جرى ايه يا بلال؟ جرى ايه؟ الباشا البلوكامين الجديد بتاع الاس. ده مؤاخذة يا باشا. اتفضل. اتفضل يا باشا اتفضل. اتفضل يا باشا اتفضل اتفضل. يا ساتر. اتفضل. مؤاخذة. هقوم اعمل لك شاي. لا شاي ولا حاجة. الواحد نفسه مقطوع طول النهار من الشاي. طب انزل اجيب لك حاجة ساعة. لا ساعة ولا سخن. اقعدي معايا شوية. معلش بقى البيت مش قد المقام. لا ده حلو قوي. دي صورة ابوي. دي صورة ابوي. الله يرحمه بقى. الحكومة اعتلته. ده حد من عندكم الاسم. ربنا ما يكسبه يا رب. اتفضل اتفضل. اتفضل. معلش بقى تعبتك في المراقبه. وانت عرفت اللي انا كنت براقبك ازاي؟ ما هو الباشا رئيس المباحث لما قال لي امشي انا بصراحه ما صدقتش. وانا ماشيه كده كنت حاسه ان في حد ماشي وراي. لا ما حصلش كده. هو مش شاكي وخلاص. امك دي؟ دي امي واخواتي الاثنين. ابويا سابنا بقى الله يرحمه نعض في الدنيا. مين معاك يا منى؟ ده صلاح باشا ياما، هو اللي خرجني من الاسم وجي ورايا عشان يطمن عليا. على فكره سعاده البيه وشرف النبي، بنت بتشتغل بشرفها وملهاش في الشمال. معاك موبايل؟ ساعات.
ولما بتزنق ببيع. طب امسكي كارت بتاعي فيه كل الارقام بتاعتي، لو احتجت حاجه كلميني. ده انا حدوشك. ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ مالكيش دعوه انت. لا مفيش داعي يا بيه. حاجه بسيطه للعيال. امسكي. كتر خيرك. السلام عليكم. حاجتك يا بيه. لا مؤاخذه. السلام عليكم. شرفت. تسلم خطويك يا بيه. شرفت ونورت الحيط. خلصنا يا كابتن بقى، ما كانتش فارده ليه؟ يا عم الصبر، الصبرة دي انا بكلمها اهو الصبر. يا لهوي يا مصطفى، اهدى 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 يا عم اهدى. ايوه يا سامي ازيك؟ انت فين يا عم؟ يا عم انا قاعد مقدر الناس هنا، ما تنجز بقى. طب اديني واقف مستنيك اهو، يلا سلام. انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت لي اقعدي في البيت قعدت، من ساعتها لا بترد على تليفوناتك ولا سائل فيا. يا بنت هو انت مراتي؟ مالك في ايه؟ وبعدين ايه؟ انت قافش عليا زله. يعني كلامك اتغير يا شو. ايه اللي اتغير؟ هو انا كنت وعدك بالجواز ولا كان في ما بيننا مصلحه؟ افهمي افهمي، انا زي اي حد في الحاره هنا، عايز ماشيك يبقى تمام، عايزك تمشي عدل، وانا مش هقول لك الكلام ده تاني. وانا مش هتغير يا شو. خلاص ولع الجاز. ماشي يا شو. ماشي. ايه يا عم روميو؟ انا بشوق. انت فين يا عم؟ معلش المصلحه بس انت عارف. طب يلا يلا يلا. بس استنى بس، انت واخدنا على فين؟ هاخدك على فين يعني؟ على فرح. والعود بقى يعمل ايه في الفرح ان شاء الله؟ يا عم العريس عايز يسمع عود. انت مالك؟ انت مالكش فيه. يلا يلا يا عم. يا عم خلاص طبعا. ايوه يلا يلا يا رجاله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجاله. السلام ورحمه الله وبركاته. يا ابو الشوق، البنت تاني دي قفشاك، عايزه منك ايه؟ قلت انا صاحبك. هي بترازيني وخلاص. ايه ده بس؟ انها ما تروحش تقول لابويا حاجه. يا عم انا ماليش لازمه في الفرقه دي. ما انا قايل لك العريس عايز يسمع عود. يا اخي هو دماغه كده. يا عم سمسم من ساعه ما عمل اللحن الجديد اللي ما حدش سمعه وهو معرض علينا. يا عم ابو نراكو ده من ساعتها ما عملتش لحن تاني. ورحمه امي ما انت عامل اي حاجه في حياتك. ماشي يا عم الموسيقى. يا بنت تعويره ماشيه رايحه فين دلوقتي؟ يا بنت اركبي علاجك معانا. لا تروح تدي لهم. ماشي ناوي تستن بيها ايه؟ مش جايه؟ دول تروح تفتح بيهم وشك. يا بنت اركبي العجل خف من الشارع، مش هتلاقي الزبائن دلوقتي. ايوه هو ده الكلام الجامد قوي. ده دماغ عاليه قوي. على الاخر. بتضرب ايه؟ اي حاجه وكل حاجه. حلو الموبايل ده. اتفضلي. قولي بقى هتدفع كام؟ اللي انت عايزاه. 200 جنيه. ليه بس كده؟ خلاص 100، بس هي ساعة واحدة بس. أنا هاخدك البيت ونطلع بعض بقى، أنا قاعد لوحدي يا بنت. أنت هتتجوزني ولا إيه؟ يوه. أنا نشاطي سيارات، وأنزل قبل أي لجنة، هو ده نظامي. هتيجي ولا مش هتيجي؟ قلت لك أنا بنتي ناس. وما بركبش غير عربيات، مش عاجبك نزلني. لو واضح انك بنت ناس فعلا. ويلا بقى اتكلي على الله. يلا في داهية. الله، مش موزة ركبت معاك العربية وطرتها لك؟ هات 20 جنيه بقى. 20 جنيه ايه؟ يلا يا بنت اتكلي على الله. الله، انا عرضت نفسي للخطر، بقول لك هات 20 جنيه. 20 جنيه؟ اه. يلا يا بنت اتكلي على الله، لا اكسر لك دماغي. يلا يلا غوري. ايه بقى؟ عرف يا بنت الحرامية. فين الموبايل يا بنت الكلب؟ ها؟ أنا فين حقي؟ فين الموبايل؟ قومي بقول. ها؟ فين الموبايل؟ فاكراني سايح ولا إيه؟ ها؟ ها؟ يا حرامي يا ابن الكلب.
عليك النهارده. لا ما حدش يقدر يخصني وانت عارف. اما مالك يا بنت مدهوله في راسك كده ليه؟ انت مالك خليكوا في اللي انتوا بتشربوه. طب ما تيجي يا بنت تعالي تاخدي لك نفسين يمكن تنسي الواوا. هات يا نغم هات يا نغم زي القرعه تمد لبره البنت دي. مقصوفه الرقبه دي؟ مش هنخلص بقى من الوابور ده صيف شتا جبتوا لنا الرب. يا ريت يجي لك وياخد عمرك يا ريت. خلي البيت ينضف. بيت؟ هو فين البيت ده؟ انت بتسمي الخرابه دي بيت؟ روح يا اخويا اطلع شوف البيوت عامله ازاي والناس شكلها ايه. ربنا عماني عشان ما اشوفش خلقتك. اه بالي يا رب. ما تكتمي يا بنت وما تعليش صوتك. مالك؟ روح يا اختي شوف مين اللي بطحك على راسك. اهو من لفك وبرمك في الشوارع طول الليل. قعديني وانا اقعد. اصرفوا عليا زي بقيه الناس. توبي على اللي انت فيه واحنا نصرف عليكي ونستتك. هتوب من بكره بقى هقعد في البيت بس عايز اكل واشرب والبس زي ما انت في الحار. لما نشوف بقى. يا ريت ان شاء الله حتى انزل اخدم في البيوت. المهم تقعدي. طب انا يطلع الصبح والكلام ما يبقاش زبده. هي فين؟ هي فين بنت الكلب دي؟ اقعد يا اخويا ما توسخش ايدك اقعد. فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة هنا مدرسة محمد ومن جلس معي في حضرة المصطفى فليصلي عليه ويسلم تسليما كثيرا. درسنا النهاردة يا أخوانا عن الفرحة. كيف نفرح؟ زمان لما كان حد بيتجوز كنت تلاقي إن كل البيوت اللي حواليه فرحانة بشكل مؤدب ومهذب وجميل والمعازيم جايين لابسين اللي على الحب وريحتهم عطر ريحتهم حلوه وبيذكروا الله وبيذكروا الرسول صلوا على حضره المصطفى قول لا اله الا الله من قلبك يا سيدي. انما دلوقتي تلاقي شويه عيال اللي بيزفوا دول ويعملوا الحركات ما تفهمش العيال دي لابسه ايه ولا عامله شعرها ازاي واللي حالق زلابطه واللي مشرط دماغه واللي رسم حروف على قرعته وريحتهم والعياذ بالله وحشه قوي. ايوه ما الواحد فيهم بقاله ساعه عمال ينفض نفسه رقص واللي بيرقص بسنجه واللي بيرقص بمطوه واللي عمال يتمرمغ في الارض وعمالين يغنوا اغاني لا ليها طعم ولا لون ولا ريحه وما تفهمش اذا كانت الاغاني دي كلام عربي ولا انجليزي. مع ان ابن شوقي لسه عامل الزفه بتاعه ده بنتي. الواحد ما بقى عارف صح فين ولا غلط فين. زمن الفرحه الحلو. نفرح بس باصول. نفرح بس بعد ولا ايه؟ الواحد بقى يسمع اغاني والعياذ بالله بتجيب له شلل رباعي. اي أيوة والله شلل رباعي. ده الواحد بيبقى خارج على فيض الكريم رايح شغله بدل ما يقولوا له في الراديو اتق الله ولا تاكل حراما يسمع واحد يقول له انا كل مره اشوفك فيها ابقى نفسي يا ابني ورانا اشغال خلصت الله يسترك. يا ولا ايه جاتك القهوة يا بعيد. يا ولا كمل. اشوفك اقول لك انك كلك على بعضك عندي بالحياة. بيقول لحبيبته يعني ان كلها على بعضها عنده بالحياة. طب خليها تنفعه بقى يوم اللقاء العظيم. عيشة بيت عيشة. أنا ما بخرجش قلت لك مش هقدر. يا بنت أنا بحبك. ما أنا عارفة أنت قلت الكلام ده قبل كده بس أنا مش هخرج معاك. وبعدين هنروح فين؟ يا بنت عايزين نتكلم مع بعض في أي حتة بعيدة عن الحارة. ما إحنا بنتكلم أهو. عاوز تقول إيه؟ عايزين نترجم الحوار مع بعض. بنت عيشة. أيوة يابا يابا هركز وهنا يابا. تعالي اطلعي يخرب بيته. خشي عاوزه تفتحنا في الحاره يا بنتي. خلاص يا اخر مره خلصت روحي سيبك. مين يا بنت اللي كان واقف معاكي ده وقال ما شافني كتير على طول الطريق؟ خلاص يما حرمي. هتقولي ولا اقول لابوكي؟ انا في ابن عم ابراهيم. يا مصيبتي انا في الصهي. يا عيشه يا بنت الاستاذ تمام يخيبك. ما خفتيش يا بنت وانت سامعه صوت ابوكي في الجامع
بيرن في الدنيا كلها وانت عماله تتمصي شمال ويمين على السلم. خلاص يما مش هعمل كده تاني. كان بيقول لك يا بنت، كان بيقول لك انت طاري. هو بيقول لي بحبك. ايه بيحبك؟ لقد حبك برص وثلاثه قرص انت وهو. ولك بنتي عايشه وبقيتي بتعرفي تحبي. يخيبي اتاري بقى التلفزيون هو اللي بوظ املك، وانا عماله داري عليك شمال ويمين وقولي البت محبوسه، البت عايزه تتفك، وانت دارك يا اختي عشان لقصه حب. يخرب بيتك انت بينا المصايف الفضائي. يخرب بيتك بدي ايده عليك يا بنت. لا يما، لا يما والله وعياد ابويا هو كلامه بس، كلامه بس. هتفضحينا، هتفضحينا يا واطيه. والواحد وهو راجع من شغله بقى عشان يلحق المغرب يسمع اخ تاني بيقول له انا ضارب سيجارتين بني وحاسس ان دماغي بتاكلني. بتاكلك؟ ما هي لازم تاكلك، كلك عفريت يا بعيد. ما هي بتاكلك عشان اتسطلت وبتخطرب وبتقول اي كلام. لا وبنسمع الاغاني دي فين؟ في نهار رمضان، رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. استغفر ربك يا سيدي وقول لا اله الا الله من قلبك. ربنا يرحمنا جميعا. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا الله. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يفتح عليك يا شيخ. على حضره النبي يا عدرا يا منى، حنني قلبه ونوري طريقه وسهلي حاله. امين. جيت يا ماهر؟ بارك انك صليتي. احضر لك تاكل. لا 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 خليك، هجرب جرنان وانام. مش قابلت اللي فندي صبح جوز بنتك قاعد على القهوه؟ اي القهوه دي هتفضل وراه لحد ما تخرب البيت. قد ما عندوش ريحه الدم، شايفني معدي قدامه وعينه في عيني يقوم يعمل نفسه مش شايفني. يعني هي بنتك اللي عدله؟ يلا ربنا يهدي. ربنا يهدي الجميع. بقول لك ايه يا سعديه؟ انا عايز اشاور عليك في موضوع دي. خير يا اخو؟ انا زهقت بقى بصراحه. المشوار السعيد رايح جاي رايح جاي. انا هسوي معاشي. ده يوم المونة، ده انا قلبي بيتخطف كل ما بتروح تركب القطر. ايوه قرشين المكافأة نحطهم في البوسطة وفايدتهم على قرشين المعاش ونعيش بيهم بقية عمرنا مستورين. طب تفتكر الفلوس دي تكفي نروح نزور منها الواد؟ شوف انا بقول ايه وهي بتقول ايه. يا ولية انت اتخبلتي في دماغك، ما تطلعي من دماغك بقى. الله، يعني هو كان افتكرك؟ وبعدين هنروح له فين؟ احنا عارفين له طريق جرة. بقول لك يا سعدية قومي نامي يا سعدية، انت بتصليتي؟ قومي نامي يا سعدية. كده برضك يا ماهر. نامي وقولي لمخك يستريح شوية بقى. معلش ما انا لازم اجسي قلبي شوية. وانت وحشنا قوي يا ولد. بس اللي انا مش فاهمه انت جبت القساوه دي كليتها منين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخويا. الله، قفله بتلبس ليه يا زينب؟ يعني عشان يبقى امان، مفيش حد مضمون دلوقتي. والله عندك حق، اليومين دول بالذات ما عادش فيه امان خالص. أمال فين عيشة؟ موجودة يا أخويا، بنتي عايشة. اسكتي يا زينب. الدرس النهاردة كان عاوزك. الناس كانت مشدودة على الآخر، وكان نفسهم إن الدرس يطول ويطول. الحمد لله، ما أنت كلامك جميل قوي يا أستاذ تمام. إن جيت للحق يا زينب، أنا مش عارف إيه اللي بيجرالي لما بخطب في الناس. بحس كده إن الفلاح اللي جوايا بيطلع فجأة
والحماس والانفعال بياخدوني قوي وبعطش الجيم واسخن وساعات اخش في حاجات. ايه مالك يا بنت عايشة؟ مفيش يا بابا. طب تعالي يا حبيبتي تعالي اقعدي جنب بابا يا بنتي. عيشة انا عارف اني جديد عليك شويتين وعارف كمان ان انا بمنعك من الخروج مع البنات، بس يا بنتي الحارة اللي احنا فيها دي فساد وهتسمعي كلام مش هيعجبك وهتشوفي حاجات ما يصحش تشوفيها. صدقيني يا بنتي انا بعمل كده لمصلحتك. الله انت بتعيطي ليه بس يا عيشة؟ عيش يا بابا. طب ايه رايك بقى ان انا هخليكي كل يوم جمعه تنزلي شويه؟ ماشي يا ستي. لا تنزل ولا تروح ولا تيجي، بلاش درع فاضي. الله 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 امرك عجيب يا زينة، وانت عاجبك كده وانا عاجبك كده. قومي ومغسل بقيت هدومك. قومي. حاضر يا ماما. الله جري لي يا مالك. ايه في ايه؟ ما تخفش على البيت شويه. حكايه النزول والطلوع دي سيبها عليا انا، مالكش دعوه بيها خالص. وهو ده المطلوب يا اختي. امال المحروس شوقي ابنك فين؟ من ساعة ما نزل الصبح ما رجعش لحد دلوقتي. يرجع بالسلامة، ربنا يهديه يا رب. يلا قومي حضري لنا لقمة. حاضر يا اخويا. بقول لك ايه يا زينب؟ نعم. أنا نفسي هفاني على طاجن عكاوي وشوية بمبار. عكاوي وشوية بمبار؟ ده امتى؟ دلوقتي؟ أمال يعني السنة الجاية؟ طب يا اخويا خليها الصبح، الصباح رباح. احنا ضامنين نعيش للصبح. الله بقول لك نفسي هفاني يا وليه، خلي عندي شوية نظر ومور. طب معلش يا اخويا خليها بكرة أحسن، أنا النهاردة تعبانة قوي. تصبح على خير. كده وأنت من أهله يا أمه. بنت عايشة اعملي لي سندوتش مرتة يا بنت. خدت حمام يا حبيبتي من بتوع زمان. إنما إيه يا خبر أبيض، لو وزنتيني تلاقيني خسس النص. يا راجل أنت هتجنني. الصبح تصحى مش طايق نفسك وماشيلي زي النملة، وتيجي على بالليل وتقلبلي على قرد. بس انت عايزة ايه دلوقتي، النملة ولا القرد؟ عايزة الخاتم اللي قلتلك عليه. تعالى شوف ايد اختي دي، مش باينة من كتر الدهب اللي في ايديها. يا حبيبتي اختك متجوزة راجل اعمال عندهم الفلوس زي الرز، انا على قد حالي. عشان قاعدلي في أجزخانة معفنة بتبيعلي بقرش وبقرشين، تعالى شوف الأجزخانات اللي في وسط البلد بتكسب كام. سيبينا من الأجزخانات، خلينا في الخاتم. بجد هتحطي؟ هو بكام الخاتم ده؟ 2000 جنيه بس. بس بس ده أنا أجيبه في إيهم عينيا كمان. ربنا يخليك ليا يا رب، ولا يحرمنيش منك يا ودى يا بابا. يا ولية إيه يا ربي؟ الله الولد ده إنه جاي بابا. أمهم أخرج له عايز حاجة. طب ما تتأخرش لحسن، لو اتأخرت حنان. ايه اوعي. ايوه بابا انت لسه صاحي؟ ده انا ما رضيتش اقلقك. لا انا صح والله مش جايين نوم يعني. الله قلت يعني اما اجي اشوفك. اتعشيت ولا صح انا قاعد تعمل لك عشاء؟ حبيبي الحمد لله اتعشيت مع ناس صحابي. طيب يعني اذا كنت عايز تنزل انزل يعني، ده لسه بدري برضه. استمتع بحياتك يا اخي، استمتع بحياتك. حاضر يا بابا انا فعلا عندي مشوار ولازم انزل. يلا حبيبي اتبسط. طبعا خد المفاتيح معاك. حاضر عينيا. ماشي يا بابا. ايه ده؟ انت نمت ايه؟ طيب تامر. تامر. ايوه بابا. بقول لك ايه؟ نعم. ان كنت عايز تقعد اقعد يعني. الدنيا ليه؟ هتروح فين يعني؟ ولا اصحابك دول يعني هتعمل معاهم ايه؟ ها مجلس يعني وزراء يعني عم مستعجلين عليه؟ اقعد يا راجل، ده الدنيا ليل وحد شاف ايد كفه حتى. اقعد يا عم اقعد. حاضر يا بابا.
قوم ياض، قوم ياض، قوم، كفاياك نوم، ريحتك طلعت، مراتك صحيت من الصبح. في ايه يابا؟ جعان، بطني بتتقطع من الجوع. وانا اعمل لك ايه يابا؟ انا لسه نايم من ساعتين. شوف الواد بيرد عليا ازاي. يابا انا كلمتك. قوم ياض احسن اضربني قلمين، ولا اقول لك اديني بالشلوت وانده مراتك تشوفك وانت بتضربني بالشلوت. يا فتاح يا عليم يا رب. ادعي عليا بقى، ادعي عليا. يابا مالك؟ مال؟ هو انا حلت مال؟ يا ريت يا اخويا. الناس كلها بتقول لي ابنك بيشتغل ومعاه فلوس، فين الفلوس يا ياد؟ انت بتتعاطى حاجه يا ياد؟ ما حصلش يابا. امال بتودي الفلوس فين يا ياد؟ اوه، ما هي مقفله في وشي من ساعه ما زيزو مات. اياك عايزني ادعي لك ان ربنا يسهلها لك في تجاره الحشيش. لا، شوف لك شغلانه تانية يا واد، انا عندي عيل عايز اربيه. حاضر يابا، حاضر. رايح فين يا واد؟ رايح ادور على شغل يابا. انت بتستقرض يا ابن الكلب يا معفن؟ انت بتزر عينيك؟ عايز تضربني؟ ما انت صايع، اضربني. يا رب، يا رب اخفيني بقى. عايز تتبخر وتسيبني انا ومراتي لوحدي؟ انسي، روح اشم لك شوية اكسجين كده وما ترجعش البيت الا ومعاك 100 جنيه، فاهم؟ انا عندي عيل عايز اربيه. يلا يا ابن الكلب. حاضر يابا، خالد. يلا امشي. حاضر، اجري يا ولد، اجري، اجري بسرعة. يا دكتور، الله لا يسيئك، الواد عنده كلب يا دكتور، ولازم ياخد حقنه دلوقتي حالا. الف لا باس عليه يا اختي، اطلعي بيه على مستشفى الكلب. رحنا المستشفى يا دكتور، وهناك قالوا لي هاتي سرنجه، قلت اجي اخدها من عند حضرتك، وحضرتك تديها له بايدك اللي فيها البركه. تعالي بعد نص ساعه. يا بيه، يا دكتور الله يبارك لك، الواد عنده كلب مسعور، ولازم ياخد حقنه دلوقتي الا هيموت مني. يعني اعمل لك ايه؟ احنا لسه فاتحين يا ستي، وايديا هي قدامك بتترعش، يعني اعمل لك ايه؟ اموته لك؟ لا اله الا الله، تفهم بقى يا دكتور وعلى ده كله؟ انا ارضعك زخانه بره وله رب اسمه كريم. احسن يا اختي، ولا احسن. اتفضل الشاي يا دكتور. حطه عندك هنا. ولا نزل نص الباب، انا مش عايز اقابل حد النهارده. ايه؟ حاضر يا دكتور. وحشتيني. اهلا وسهلا. وحشتيني قوي. اتفضلي خشي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اهلا يا حبيبتي. مساء النور. اهلا بيكي. وحشتيني. وانت كمان وحشتيني. للدرجه دي الجواز ياخدك مننا؟ العيال والمدارس، اعمل ايه بس؟ والله دهيصه يا طنط. كام سنه ما شفتكيش، ولا عشان ليلى هي بس اللي بتشوفك؟ ما اقدرش على بعدك، والله دي ظروف. تعالي نخش نقعد جوه، اعملي شاي يا ماما. حاضر يا عيال. بعد اذنك يا طنط. اتفضلي يا فاتن. ياه، ايه ده يا ليلى؟ اوضتك ما اتغيرتش من 5 سنين. 5 بس؟ قولي 20 سنة. اخيرا يا اختي جيتي للبيت. اعملي بس يا لولا، والله العظيم انا في دوشة. اعمل ايه؟ ما انتي عارفة. ايه ده؟ انت لسه محتفظة بالصور دي؟ وهو انا ليا غيرها؟ ده هي دي الذكريات اللي معيشاني لحد دلوقتي. فاكرة يا لولا؟ فاكره يا بنت مظاهرات 18 و19 والبنت الوطنيه بقى اللي ايه اللي هتغير من اوضاع البلد؟ انا كل ما افتكر ان انا كنت بتشال على كتف راجل ما صدقش نفسي. انا ازاي كنت بعمل كده؟ وعمري ما جه في دماغي ان ده راجل وشايلني. تفتكري بقى هو ما كانش في دماغه؟ وانا مش عرفني بقى يا فاتن هو وضميره. كنا عيال يا بنت. قولي لي يا لولا، ندمتي على الايام دي؟ انتي جاية تضايقيني؟ لا والله العظيم، أنا بجد بسألك، ندمتي؟ والله مش عارفة، المفروض أندم ولا أفتخر؟ يمكن ساعتها كان الحماس واخدني، مش عارفة بقى إذا كنت مدعية ولا صاحبة قضية. يا ستي بطلي لف ودوران وردي عليا، ندمتي؟ الشاي يا بنات. أهلاً يا طنط، متشكرة أوي أوي. منورة يا فاتن يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا روح قلبي. عارفة يا فاتن الحاجة الوحيدة اللي ندمت عليها ايه؟
صحابي وانتي اولهم. ليه؟ هتزعلي مني؟ لا والله ما هزعل منك، انتي عارفه قد ايه ان انا بحبك. لما دخلت الجامعه وانا منحاره زي ما انتي شايفه كان احساسي بالفقر كبير. كل البنات بتلبس، كل البنات معاهم فلوس، عمري ما بصيت للي عندهم عربيات عشان ده كان حلم بعيد. قلت يا بنت اللي عوضني عن كل ده الشخصية، لازم يبقى ليا شخصية. لقيت نفسي في أصحاب المواقف والنظريات السياسية، شدتني أفكارهم ولبسهم جه على هوايا. أي جنس في أي بلوزة في أي كوفية وأي تسريحة. وعشت ليلى غانم سكرتيرة أسرة الوطن وعرفتك. ليلى لو مش عايزة تكملي بلاش. ليه؟ علشان بجد أنا شايفة أنك بتهربي من سؤالي. ندمتي؟ أيوة ندمت، لأن كلكم فجأة اتغيرتوا ودورتوا على الحياة، كلكم عرفتوا تتجوزوا، أنا الوحيدة اللي مشيت ورا وهم. آه بندم يا فاتن، بس ندم بعد المحطة ما فاتت وقطر العمر ماشي. طب واللي رجع لك القطر تاني؟ نعم يا أختي. أنا جايبة لك عريس. عريس؟ وده عنده كام سنة؟ ولا مريض ومحتاج رعاية؟ لا والله يا اختي ده راجل وزي الفل كمان وعارف عنك كل حاجة، بس هو متجوز. لا انسي انسي. ليه بقى كده؟ ده دماغك ناشفة كده ليه؟ ما تصحي شوية. بقولك ايه يا فاتن، احنا عندنا محشي، تاكلي محشي؟ بص يا عموم انت تبلغ الشكاوي. ماشي. انا اللي سهران النهارده، هجيب العمال نكشف واطلب تغيير الكابل. يجي المهندس يعاين يقولوا له الكابل عايز يتغير، اركب الجديد، يمشي اركب القديم. الله، طب ما السليم يركب والجديد يتكهن والباقي عليك. لا ولا يكون عندك فكر، ده ملعبي. اهو ربنا قطع النور يا فتحي عشان عارف اللي انت ناوي تعمله. الشغل مش عيب يا سناء. مش عيب يا اخويا، بس ما تشمتوش فينا. فيهاش حاجة يعني، لو الواحد يعني قال شوية طعمية في الحارة أو ماشي حن برضو، وبعدين الشغل مش حرام يا أخويا. محدش قال إنه حرام، بس تقف على ناصية الحارة تقلي طعمية ورجليك تعبانة وهو في الرايحة والجاية يلسن علينا. لا والله العظيم أديله بالبجور في وشه. يا فتحي يا فتحي، ده بلطجي، ده ما عندوش قلب. بقولك يا أخويا عشان خاطري هناكلها بملح، بس ما شوفش في عينه نظرة شماتة واحدة. خلاص نسيب الحارة وندور على أي أوضة تانية نسكن فيها. لا ما هو ده بقى اللي في باله، وأنا بقى مش هنوله اللي في باله. آه أمال هنعمل إيه يا سناء؟ أهو اللي عمل عمل ربنا يا فتحي، هو اللي بيعمل كل حاجة. نشوف مخبلنا إيه. نور. الله نور. الله نور يا عم فتحي. لملي بقى الكابل ده يا معلم. يلا عبد الله. هتاخد الكابل وتطلع على المخزن، وأنا هاخد العربية وأكمل الوردية، ماشي؟ ماشي يا صاحبي. يلا. سلام يا صاحبي. الله ينور يا رجالة. يلا نشاهد شوية. افتح يا واد، انت مش سامع؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حضرتك. يا دي الكسوف. صلاح باشا، وايه لازمته ده كله؟ حاجة بسيطة عشان العيال. انت يا واد. ليهم. والله انتوا ما تربيتوا. ليهم العيال احباب الله. اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا. عامل لك كوبايتين شاي يا ام. حاضر يا حبيبتي. كده يا منى. ده عشان انا؟ اه. وليه تكلف نفسك كده يا باشا؟ ما بلاش يا باشا دي. قولي يا صلاح. يا لهوي. اقول لك صلاح عاف كده يعني؟ اديكي قلتيها اهو. شك الدبوس. نزلت الشغل النهارده ولا ايه؟ اه نزلت وبعت 10 شرايط. وشك حلو عليا. انت
بتكسبي كام يعني من الشغلانه دي؟ يعني 15 ساعات 20 يعني حسب رزقي. لو جبت لك شغلانه بنفس المبلغ ده تشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا سعاده الباشا يا ريت، على الاقل تتلم من الشوارع. بس انا يا دوب بفك الخط ولا معايا شهاده ولا صنعه. الشغلانه دي مش محتاجه الكلام ده، هتشتغلي في مشغل واحلى ما فيه ان كله حريم. خلاص يا بت اسمعي كلام سعاده الباشا. اتفضل. صلاح صلاح يا ام، خلي البساط احمدي. اعتبرني قدوة ليهم، أنا اللي كل الناس بيعتبروني ببرهم وبحلهم حياتي، عايز تفرجهم علي يا واطي، يا واطي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شوقي، علي اليمين ما أنت قاعد إيه؟ شوفوا له شطة إلى ابن هدوم، شوفوا له شطة إلى ابن هدوم والأحسن إلى ابن هدوم، أحلى 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 هتروح فين السعادة؟ انا عارف يا اما اروح فين؟ انا عارف. بيعمل كده ليه يا اما معايا؟ بيعمل كده ليه؟ هو شافك فين يا مبكوس على عينك؟ شافك فين؟ شافني وخلاص يا اما، شافني وخلاص يا اما. وانا عمال اقول الناس عماله تتلمس عليا ليه وانا بديهم الدرس؟ اتاريهم عارفين المصيبه اللي انا فيها. ابني ابني بصبتي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا معلش يا حبيبي عشان خاطري، هو يوم كده ويرجعك اصله حلف يمين. ما تزعلش يا حبيبي ما تزعلش. هو ليه بيكره اي حاجه بحبها ياما؟ ليه اي حاجه بحبها بيكرهها ياما؟ طب اهدى يا حبيبي اهدى عشان خاطري. لا مش ههدى ياما مش ههدى، كل حاجه بيقول عليها لا ياما، اي حاجه بحبها بيقول عليها لا ياما، لا لا ياما. اقول لك لا يا واطي يا سافر، طول ما انت بتعصي ربنا وبتعصي ابوك. تعالى يا لهوي 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 يا هيا يا سامي. انت فين؟ انت فين؟ انا عايز اجيلك حالا. ابويا طردني من البيت. انت بتضحك؟ يلا سلام انا جاي. على فين يا فنان؟ يا جمال عايز ايه؟ ما تيجي هنلم نقعد معانا المنطقه دي بثلاث افراد. فكك مني. اهو الواد شوقي ده حظه عالي عالي. ليه؟ ابوه راجل محترم بيصلي وبتاع ربنا، ملوش في السكه الشمال زي بتاعت ابويا دي. يا عم احمد ربنا اساسا ان انت عندك اب وبيخلف معاك. انا ابويا مفيش بيني وبينه غير التفتيش الدولي، وكان طول النهار يخرج امي فيا الله يرحمها. طب بقول لك ايه يا غالي، ما تيجي ندور على حاجه نلوث بيها دماغنا. على فكره انا معايا مصلحه. قاعده ولا مروحه؟ دماغي مروحه. ادينا يا غالي. ارفع يا زميلي. تعالى وشو خش شوف اللي وراك. معلش بس الراجل مستعجل على احنا خلصوا افطارك. بقول لك يا شوقي كلام جديد اهو، قول كده معايا المدخل ده كده. امسك يا جدع. هتقول يا جدع؟
معلش معلش يا سامي انا مخنوق. كل ده عشان ابوك طردك؟ مش حاجات كتيرة. كبر دماغك قوم تعالى روش نفسك. يلا قوم قوم يلا. تعالى شباب دي اوضه يا سيدي محدش دخلها من ساعه ما خدت الشقه دي من النهارده بتاعتك. ما تعمليش بقى فيها حساس والجو ده. ها انا ما بستعملهاش. طب يا سامي انا عايز اشتغل اشتغل اي حاجه. تنزل استوديو اعمل ايه؟ تمسك البوفيه شويه شويه انا اظبط لك فرقه صح تنزل معاها بدل فرقه الشوارع بتاعتك دي. اي حاجه قول ان شاء الله. فك كده بقى فك راح خلص السبوبة دي. مش هتمشي ولا ايه يا استاذ تمام؟ استاذ تمام ها؟ مش هتروح يا استاذ؟ لا روح انت عم عمر انا هقفل. طيب يا استاذ ربنا يهدي لك حالك. سامحني يا رب سامحني وسامح ابني واهديه وارجعه عن اللي هو فيه. انت اللي قادر وغيرك ما يقدر. استرني يا رب استرني دنيا واخره وتفضحنيش يا ستار يا مثبت القلوب والابصار. ثبتني ثبت قلبي ابني على الإيمان اهديه ورجعه للي هو فيه يا رب بسر فتحة كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. صدق اول مره اخرج مع واحد. تتكلمي جد يا منى؟ هو ايه يا اخويا ده؟ كل ما اقول لك حاجه تقول لي بجد بجد. بجد بطمن بس. لا خد طمن اول مره اخرج مع واحد. عارفه انا جايب لك ايه؟ ايه؟ خاتم. ليه انا؟ وربنا يقدرني وغرقك ذهب ولبس وكل حاجه. مسك يا بركه دعاكي يا امي. ربنا بعت لي الراجل اللي طول عمري بحلم بيه. يعني مبسوطه معايا منى؟ مبسوطه ولا متضايقه؟ يا اخويا تف من بقك. يعني ما انت شايف ان الفرحه مش سيعاني. بس لا مؤاخذه لازم امشي. ليه؟ اصل مش قايله لامي. وبعدين يعني قعدتنا كده وخرجنا مع بعض غلط. صح. صدقي كده انا احترمك اكتر واكتر. اشرب العصير بتاعك وبعدين نمشي. اشرب. بس بس يا ابني انت هو سيب العربيه. مش عاوزه تدوخ. ندورها يا ابني. اتفضلي اتفضلي انزلي تعالي. هات كرسي يلا. معلش يا ابني هتعبك معايا. تعبت راحه يا ست الكل. اتفضلي يا ابني اتفضلي اتفضلي. ها اشربي يا ابني. لسه شاربه شاي في البيت. يبقى تشربي حاجه ساعه. كتر خيرك عندي مشوار ومستعجله. هات يلا البطاريه اللي جوه دي يلا. حاضر يا اسطى. مش باينه يعني يا ابني. هو انا بتحرك من البيت يا اسطى؟ والله ببقى عايز اجي ازوركم بس الواحد بيتكسف. ليه؟ يعني من يوم المرحوم ابوكي من بيتك وانا ما دخلتش بيتكم. تعالى في اي وقت يا اسطى البيت بيتك. فك يا دي البطاريه دي وركب دي. حاضر يا اسطى. ليه بس يا اسطى ما تديني توصيله وخلاص؟ لا 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 اقضي مشاويرك بالبطاريه دي وانا هصلح لك بطاريتك ولما تقضي مشاويرك هوديها لك لحد البيت. كتر خيرك يا اسطى. طيب انا خدامك يا ست الكل. انا خدامك ده العربيه وصاحبه العربيه في عينينا.
دور يالا. ما تحرمش منك يا استاذ سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا ست. العفو يا ست الكل. هتوع يعني هتوع يا بنت المدارس. خدي وزعي دول على جنب. مي يا حبيبتي وحشتيني. انت كمان. عامله ايه؟ كويسه. كده برضو اكلمك امبارح بالليل يقولوا لي نامت؟ تنامي برضو من غير ما تسلمي على ماما ليلى؟ زعلت بقى يا ماما. انا يا حبيبتي عمري ما بزعل منك. عارفه بكره هوديكي فين؟ فين؟ جنينه الحيوانات. عشان تشوفي العصافير اللي انت بتحبيها، وكمان هخليكي تتصوري مع الفيل الكبير قوي. ولا انت تخافي منه؟ طول ما انا جنبك ما اخافش منه. حبيبه قلبي يا ميمي. يلا يا مي روحي العبي مع اصحابك شويه. حبيبتي كده البنات هتغير من مي. اعمل ايه بس؟ اصلي بحبها، بحبها قوي يا حبيبتي. وانا مقدره الحب ده، بس نراعي زمايلها في الدار شويه. ما تنسيش ان انا لقيتها وهي حته لحمه صغيره، وليلى ظروفي منعتني. انا كنت اتبنيتها. ربنا يديكي على قد اعمالك يا ليلى. نشوفك عروسه كده وتتجوزي بقى وتفرحيني. ان شاء الله ان شاء الله. ذمتك العيشة دي؟ جوزي بيتفرح هنا حمصه شوية بريك. بكرة ربك يفرجها يا بلال. أنا اللي غيظني الحرباية مرات أبويا دي. عمالة تدي حقن لأبويا من تحت لتحت وأبويا مصدقها ومقويها علينا. بس كل ده كوم وغيظها لمراتي عشان ما تتخلفش كل ده. اقفش مصلحة. في إيه؟ إدي إيه ده طالع فين يا ده التوهو؟ معرفش حاجة. المعلم فين؟ نايم. دخل الشغل ده وصاحيه بسرعة. هو انت بتسال عديده ليه؟ استنى بس، ده فاكرنا نايمين على اوداننا. ده انا جاب له الحكومه وقتي. ايه؟ ايه في ايه؟ ايه ليه؟ حفظك ادي ايه ده طالع فين يا معلم؟ رايح مطرح ما رايح. بتسال ليه؟ لا تعدل في الكلام. دي ده بيتباع براني وانت هارش وانا هارش. طب ما يتباع يا حفظ واحنا مالنا؟ قول له يا بلال. افعب يا حمار. دي ده حصه الفرن يا دوب مكف الحاره. الباشا بيبيعوا براني وابوك وابويا بيقفوا في الطابور. ما بتحصلوش على رغيف واحد. افهم بقى يا ابني الحراميه. وطي صوتك انت وهو، هتودونا في داهيه. شيل الحبسوك. شيلنا الحبسوك. ايه ده بيفيد يا جدعان؟ اخليه لما يسوس ولا استنفع منه؟ وعلى العموم خد خد يا عم انت وهو 200 جنيه اهو. 100 كمان. ماشي اتفضل. ايه بقولك ايه؟ اي دقيقة هيطلع من عندك هتدفع عليه. لا يا عم، انا هبيع الحصة كلها في الفرن وخليه ان شاء الله حتى يعفي بالنص. خد انت 100 وانت 200. تمام. ايه يا بنتي مالك؟ انت هتاكلي الشيشة ولا ايه؟ يا اختي محرومة، هو انا اقدر تفتكري اشرب شيشة دي في البيت؟ ده انا جوزي كان بلغ عني البوليس. طب انت بتشربي ايه سجاير؟ ايه الفرق؟ انا بجد مش عارفه انت مستحمله جوزك ده على ايه. طيب وغلبان وبيسمع كلامي، مع اني ما بحبش الراجل الطيب. على فكره خد بالك يا شمس، ناهي الدين ضربهم 5. ايوه اقعدي نقي عليا يا نانسي. ما انا ما بقر ولا حاجه، ما انا قلت 5 وهم 6 اصلا. تعرفي يا نهد، احنا فينا حاجات شبه بعض. انا برضو متجوز 4. على ذمتك 4؟ لا طبعا، هي سنه وبقلب على طول. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. خرجتي وقلنا معلش وتأخرتي. قافلة تليفونك ليه؟ بتدعي عليا يا بابا؟ مالك يا بابا؟ ايه اللي منرفزك؟ ولا حاجة يا اخي، بكلم نفسي. في حاجة زعلك يعني؟ في حاجة؟
بكلم نفسي. ما انا بقيت طرطور في البيت ده اصلا. اعمل لها تليفون؟ قافله تليفونها. طب عملت حادثه؟ الله جرى حاجه؟ اتخانقتي؟ ما نهربش؟ معلش يا بابا، هتلاقي تليفونها فصل شحن، اكيد يعني مش هي اللي قافلاه. ما فصل زفت، ما تتكلم من اي حته تطمنا يا اخي. ما تقلقش يا حبيبي، زمانها جايه في الطريق. هي ما قالتلكش راحه فين؟ يا دي بتقول. طب يا حبيبي انت مش عايز اي حاجه؟ اعملها لك شاي قهوه اي حاجه. توليه تسد النفس، والله ما عايز حاجه يا اخي. قوم نامك. حاضر، لو عوزت اي حاجه نادي عليا. لا خلاص لازم امشي. طب مش هتجيبي نمرتك؟ طب هقول لك، هات انت احسن. خدي 012. لا ثانيه واحده، كنت افتح، كنت قافله. طيب جوزي بيتصل. طب ما ترد عليه. طيب لا ما ينفعش، اهو قفل. قول بقى 012 43 72 599. انا هطلبك وهسجل نمرتك باسم نانسي، اوعي تنسي. لا تمام. بيرن. اوكي مع السلامة. باي باي يا حبيبتي. مع السلامة. مالك؟ جامدة. ايه يا نهدي حبيبتي؟ خططينا عليك. معلش أنا آسفة، أصل كانت الدنيا زحمة قوي. وتليفونك على طول مقفول كده؟ أصله كان قطع شحن، وبعدين كنت سايقه، وانت عارف ان انا ما بعرفش ارد وانا سايقه. لا يا حبيبتي غلط، اوعي تردي وانت سايقه. بموت فيك وانت بتخاف عليا. يا بنت الواد صراحي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ هاخد دش وحصن. بحبك لما تفهمني كده على طول. كنت سمعت كلام يا سماء؟ ودقينا شويه طعميه واسترزقنا وفكينا عن نفسنا شويه. ابوس ايدك يا فتحي، ما تديلوش فرصه يشمت فينا، ده اخويا وانا عارفاه كياد كده النسوان. وانا مش قادر، مخنوق يا سماء، مش طايق نفسي، مخنوق. من ايه بس يا فتحي؟ ما احنا عايشين وكويسين اهو الحمد لله، عيشتنا زي الفل. زي الفل؟ بتضحكي عليا ولا بتضحكي على نفسك ولا بتضحكي على مين؟ بقول لك مخنوق، مش طايق نفسي، مش طايق الدنيا. مش انت يا فتحي اللي قلت لي يا بنت يا سناء تعالي نقعد بره شويه عشان نتهوى؟ فرقت ايه يعني؟ جوه زي بره، انا كل يوم بتلاقي عينه اللي رايح واللي جاي بيضرب السلام ولا عجبك. خلاص حفظ شكلي زي الرصيف. طب قوم يا اخويا، قوم معايا كده وروق. يلا قوم يا فتحي. صلي على النبي بقى يا فتحي، من بكره ان شاء الله اول ما اعلان الميراث يطلع هناخد حقنا في البيت وفي الورش، ساعتها مش هنتحوج لحد ابدا. مش الفلوس هي اللي مضايقاني، انا حاسس ان انا ما بقتش راجل. يا لهوي، ليه بتقول كده يا فتحي؟ بعد الشر عليك، انت راجل وسيد الرجاله كمان. راجل ازاي وانا ما بقربش ناحيتك؟ ما بقربش ناحيتك خالص وانت لسه في عز شبابك. ما هو مش بعيدك يا اخويا، هو مش الدكتور كان قالك ان انت لما تاخد العلاج هتخف؟ ساعتها بقى يا فتحي انا مش هبقى ملحق عليك. هو الشيطان اللي عمال كل يوم يقول لي ليه يا واد سناء بيستحملها كل ده وعشان ايه؟ عشان بحبك يا فتحي، بحبك وعاوزاك، وبعدين انت جوزي وابو عيالي وانا مش ممكن هرميك ابدا، وعشان تبقى عارف بقى انت وعيالك عندي بعد ربنا. ها قلت ايه؟ انا ما بقدرش ازعلك يا اخويا. زعلني يا اخويا، زعلني واضربني وبهدلني، ان شاء الله حتى تقلع اللي في رجلك وتنزله فوق دماغي، اذا كان ده يا اخويا اللي هيريحك انا موافقه. ازعلك ازاي وانا عاجز؟ انا عاجز في كل حاجه، انا لو عملت كده ابقى راجل ند. ما تقولش كده عشان خاطري، ما تقولش كده. صلي على النبي يا اخويا، صلي على النبي، انا بحبك ما تقلقش. ربنا يخليك لي. هو في اختي. نعم. انت مالك؟ ايه اللي جرالك؟ كلمة شديد عليا قوي يا منير. انا خايفة اكون مدعوقة لكده زي بنت صفية. انا قلت انك ما تروحيش الكنيسة النهارده.
شكلك تعبان. انا حتى لو قعدت في البيت كنت هفضل تعبان. يا جماعة مفيش شاب لابس قميص مشجر جري من هنا؟ قطع النفس يا ابن الغشيمة. ايه البلاغ وريني؟ موبايل رم. رم ايه يا عبيط؟ دي حتة غامضة، خدتها ازاي؟ ولا حاجة، نزل وساب الموبايل على التابلو، قلت لما عاقبه. ممكن موبايل لو سمحت؟ دي عالم يابا مش تعبانة في الفلوس. يا عم الحق الحق يا رم. ايه ده؟ الو الو كابتن لو سمحت الموبايل ده بتاعي. قصدك اللي كان بتاعك. بص يا كوكو، خلي ماما تجيب لك موبايل من اللي فيه كامرتين. ها يا كابتن لو سمحت الشريحه عليها ارقام مهمه، خد الموبايل وارمي لي الشريحه في اي مكان يبقى كتر خيرك. هيوحشني صوتك. الو بقول لك يا صاحبي، انا هشد لغايه العتبه كده، اروح ابيع الموبايل ده وارد لك تاني. ها ماشي ما تعوقش. ماشي بقول لك ايه، هات اي خيمه معاك وانت جاي. عينيا. وسندوتش شاورما خير عشان نظبط. ماشي يا صاحبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين أجمعين. ماما خلاص بقى يا ماما، سامحيني مش هعمل كده تاني. ما أنا عارفة. عاوزة إيه تاني يا ماما؟ إحنا ما عندناش تلفزيون وأنا عاوزة أتفرج. أنا نفسي أفهم إيه اللي شدك في التمثيلية دي؟ يوم التمثيليات ما فيهاش حاجة عيب من اللي في دماغي. أنا يا أختي ما فيش حاجة في دماغي أبدا، اللي في دماغي كنت مش في دماغي أنا. طب تعالي شوفيها معايا. يا لهوي، أنت عايزة يا بنت أبوك يطلقني؟ ده أنا بقالي 20 سنة ما اتفرجش على تلفزيون. ليه يا ماما؟ عشان في حاجات وحشة. وفي حاجات حلوة. لما يا حبيبتي تتجوزي وتروحي بيت جوزك اتفرجي عليه زي ما أنت عاوزة. خلاص جوزوني. وهو يا بنت جالك ابن الحلال وإحنا قلنا لأ؟ مش لما يجي ابن الحلال؟ خلاص يا ماما، اخر مره اروح اتفرج عند حد تاني غير نعمه. طب سيبيني بقى كده افكر واشوف مين اللي ممكن اطمن له انك انت تروحي تتفرجي على التلفزيون عندهم. يلا بقى اختمي الصلاه، حرام عليكي. حاضر. استغفر الله العظيم. يا عم افهم بقى، الراجل مدير المستودع اللي انا بيه بصاحبي، اتفقت معاه هيدينا الانبوبه بخمسه، حبها ب 20، يعني الانبوبه فيها مصلحه 15. وحش وحش ايه؟ ايد على كتفك. بس الانابيب فيها ازمه اليومين دول، والحكومه مفتحه عينيها على الاخر. ما احنا هنطلع بالشغل على 6 الصبح. قبل ما الحكومه تصحى، صح كده؟ ليك نور. الحاره دي بقى بتشفط لها كده 20 انبوبه في اليوم. اضربوا كده في 10. 20 في 10 دول 200 جنيه حلوه قوي. وانا لغيت الواد كريم، هناخد العربيه بتاعته بريالين في اليوم. ريالين كتير، هم 20 وسيبهولي. يا عم الموضوع كله شمال. اوه اشتغل العربيه اتقفشت، هيضيع. ماشي اخلع بتاعك. ماشي خلاص، نديله ريالين. الفرصة بقى ان احنا نشطب على الموضوع ده في ساعة زمن. 5 الفجر الاقيك قاعد عادتك السودا ده على الكرسي ده. وهو كذاب. ها؟ تمام. المشروع ده بتاع ايه اصلا؟ ده السابق. يا بهزر معاك. انا عارف ربنا بهزر معاك. يلا طلع يعني في حدوته الجهاز. قلت لك هجيبهولك، بس مستنى اوقع لك حته فرط حنينا كده. يا عم خلص، ما كانش جهاز. الجهاز بتاعك فاضي والنت زودنا سرعته، يعني هتعيش براحتك كمان. طب اقول لك ايه؟ انت عايز يعني واصله كده عشان لما تركب الجهاز على ده انا هركب لك واصله للجهاز ده، اخليه يطير يعيش من كتر السرعه. طب يلا خش. ولا ايه؟ عايزين نعمل صفحه فيسبوك يا ابني. ما تعمل يا عم انت صغير، ما انت خلاص بقيت عفريت نت. انا عملته ومحدش بيلاغيني. ايه يا ابني، ما انت لازم تعمل صحاب وتطلب اصدقاء. انت شكلك مش عامله بالعربي. لا انت عارف لو عملته بالعربي هتغرق بلاغيه. والله
بس كده نعمله بالعربي سهل. ابوك ايه النت ده هياكلنا ولا هشربنا؟ يا عم انا وديت الشغل خلاص. طب مش تقول انا سايبني دماغ عماله تروح يمين وشمال واقول يا ترى الولا راح فين. كنت جاي جاي. ما انت لو مش فاضي يا ابني قول اجيب سواق ماشي الشغل. خلاص يابا همشي. خلاص ايه 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 في ايه يا بركه؟ انا عارف من يوم ما جابوا النت ده وجه خراب على دماغي ودماغ اللي جابوني. خلاص يابا الله ما تقولش على ابوك. يالا يلا روح شوف شغلك. يلا يلا شفت الولا بيبوا ازاي؟ ما تروى يا عم ما كل العيال بتلعب. اغفر الله العظيم. تعال نشوف شاي. لا 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 خلاص روح يا عم. تعالى تعالى نشوف سيجارتين. معاك؟ معايا. يلا تعالى. يلا ولا هات كرسي. يلا حاضر. يلا ارتاح يا معلم بركة. روح يلا اتنين شاي بسرعة. يلا حاضر. عاوزك في استشارة. تحت امرك اخويا. اقول دلوقتي انا اعمل اعلان وراسة ولا ما اعملش؟ انا مش عايز اغلط، عايز امشي قانوني ومش عارف اعمل ايه. انت مش قلت ان ابوك باع لك قبل ما يموت؟ ايوه بس مش لازم حد يعرف. لا طبعا ايه بس بصيرهم بيعرفوا برضه اصلا كله بمعاده يعني بلاش يعني. طب هو ابويا كان ليه كمان معاش غير البيت والورش؟ لا المعاش ده من حق مراته. يبقى تاخد حقها. يبقى تعمل اعلان وراسة. الله يفتح عليك. انا قلت اخد رايك برضه معلم بركه عشان يبقى استشارت كبارات الحته. محدش يمسك عليا حاجه وتبقوا شاهدين وكله بما يرضي الله. طبعا. طلع. طلع ايه؟ سيجارتين. اميره روحي انت يا خالتي خلاص بقى كويس. ويا دي معقوله يا بنتي؟ اسيبها وامشي. روحي انت يا بنتي تعبانه من امبارح. اروح فين بس؟ المايه يا اختي المتلوثه هي السبب. ده انا لما باجي اشرب بشم ريحه مجاري. وامك دي ايه؟ عبيطه تسيب نفسها لحد ما توصل لكده. ما بي خالتي ياما قلت لها حللي ما سمعتش كلامي. صباح. انا جبت لك العصير والجبن. ها جبت لك انت جبنه مثلثات اللي بتحبيها. تسلم يا عبد الله. روح انت عشان شغلك. طب مش عايزه فلوس؟ لا ربنا يخليك معايا يا بنت. معايا والله. انا مش عايزك تقلقي. الدكتور طمني وقال لي ان شاء الله هتبقى كويس. باذن الله هتبقى كويس يا رب يا عبد الله. ان شاء الله هتبقى كويس. طيب انا هحافظ عليك بكره الصبح. ها ولك صباح. خدي كارت التليفون ده خليه معاكي عشان نتكلم بالليل يعني. حبيبي يا عبد الله فاكر ان تليفوني ما فيهوش شحن؟ طبعا يا بنت فاكر. كنا النهارده مسؤوله مني في كل حاجه. خلاص خلاص بقولك يا صباح. ما فيش حاجه زي القطايه الصغيره بس. انت رايق. امشي. يلا يا اخويا يلا يا اخويا انت وهو اقلعوا يلا عشان تستحموا. ليه يا امه؟ الله يا واد انت نتنت. يلا خلصوا. ما ترد يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا هو انا هتجري فين؟ دول تلات حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه. هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. اذا كان كده ماشي. كفايه منى بقى يا حبيبتي اللي جرالنا مش ناقصين. الراجل هيجي لي بالليل ياخد البضاعة ويسلمني فلوس يبقى كده خلصنا. ايوه صلاح باشا. لا معلش اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. ناس زي الفل. انت بتكتبها الراجل كده ليه؟ صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلك لي العوزه الثقيله. خلاص هبقى اكلمك واشوفك قريب. يلا بالسلامه. بالسلامه.
انت بتضحكي على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما روحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه 300 ولا 200 ملطوش اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرض يا حبيبتي راح المشغل وسال عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسال علي انا حر. يا بنتي حرام عليك، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل. مقبل على نفسه مش علي. روحي حمل عيال احسن ريحتهم طلعت. اعملي اللي انت عايزاه. اعملي موظف الحي موجود في الحاره، لو شفنا مع بعض هيقولوا بيعملوا شغل. اخلص. طب هغيب بسرعه انت. قولوا خلص. بكره هتستلم 500 لمبه هتسلمهم من قسم التركيبات، دول هركبوا في رمض الحي كله وانا مش في الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام. هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. ارشم حياتك. سلام عليكم حبيب قلبي. ايوه اوامر. مع السلامه. سلام عليكم. سلامه. ورنيلي استني قبل.